أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله معنا. مري إذا صوتي واضح بس تأشرون لي، تسوون لي كذي. أوكي تمام، صوتي واضح عندكم. حياكم الله اليوم في هذه خلينا نقول المحاضرة، هي بتكون يعني أقرب للمحاضرة منها للدورة، فيما يتعلق بمهارات الأداء الصوتي. اليوم بنتكلم أكثر في البداية عن الصوت بشكل عام، ومن بعدها راح ننتقل حق نقاط تتعلق بأساسيات أو مفاهيم أساسية لها علاقة بالصوت. من بعدها إن شاء الله بننتقل حق نقطة الأداء الصوتي وأهم الوسائل الأساسية علشان نقدر نطور من أدائنا الصوتي، مو فقط الأداء الصوتي الاحترافي اللي ممكن نحتاجه مثلاً في التقديم الإذاعي أو التلفزيوني، أو مثلاً التعليق الصوتي، أو الخطيب يحتاجه في خطبته، أو المعلم يحتاجه في شرحه، وإنما حتى في كل جوانب الحياة ممكن نستخدم الصوت بشكل أفضل من خلال هذه التقنيات. بس حبيت أذكر في البداية أن هذه الأساسيات أو هذه المعلومات هي يمكن تفيد الناس المبتدئين، أو خلينا نقول الناس اللي يخطون أول خطواتهم في مجال الصوت. يمكن المحترفين يلاقون أن في معلومات أو كمية كبيرة من المعلومات هم يعرفونها مسبقاً، يعرفونها سواء بالخبرة أو بالتعلم المسبق، لكن إن شاء الله احنا بنحاول قدر الأمكان أن احنا اليوم نتشارك معلومات جديدة، وأن إحنا نصل حق مفهوم جديد للصوت من عقب هذه المحاضرة. كلنا بلا استثناء وأنا واحدة منكم نحاول أن إحنا نطلع من هذه المحاضرة وإحنا ننظر إلى الصوت بنظرة مختلفة، ويمكن هذه بيكون أهم إنجاز ممكن ننجزه في هذه المحاضرة. في البداية قبل أي شيء، علشان يعني بتكون محاضرة للأسف ما بيكون فيها وايد تطبيق عملي، ما بيكون فيها وايد مداخلات، علشان بس أضمن أن الكل يكون مصحصح، الكل يكون مركز، الكل يكون يعني كلنا نكون مع بعض على الخط. ممكن بين فترة والثانية أطرح عليكم سؤال، بناخذ كذي مداخلة مداخلتين ثلاث مداخلات ماكسيمم، وبعدين بنرجع مرة ثانية برجع أواصل كلامي. وعلى الساعة واحدة تقريباً إن شاء الله بناخذ بريك مدته 10 دقائق، علشان كذي يعني تاخذون لكم جولة سريعة، وبعدها إن شاء الله بنرجع بنواصل حديثنا للساعة 2. أوكي نبتدي عن الصوت. طبعاً الصوت هو واحدة من الأدوات أو العناصر اللي كل إنسان بلا استثناء، ومو فقط الإنسان، كثير من الكائنات الحية بعد، الحيوانات كذلك تستخدمها. فالصوت هو عنصر مملوك للجميع، هو مو فقط حكر على فئة معينة، مو فقط حكر على المذيع أو المعلق الصوتي أو مقدم نشرات الأخبار أو المعلم أو خطيب المسجد أو وإنما الصوت هو عنصر أساسي في حياتنا كلنا. فعلشان كذي أنا جداً مؤمنة أن هذه العنصر من حق أنفسنا، علينا أن إحنا نعتني فيه خير اعتناء، لأن له أهمية كبيرة في حياتنا، في التعبير عن شخصياتنا، وفي كذلك علاقاتنا الاجتماعية ونجاحنا في الحياة على كل الأصعدة والمستويات. أول نقطة حابة أبتدي فيها وحابة أسمع في البداية بعض المداخلات من عندكم، هي عن أهمية الصوت في حياتنا. شنو الجوانب اللي من تجربتكم الشخصية مع الصوت، من تذوقكم الشخصي للصوت بكل تفاعلاته بكل أشكاله، تحسون أن يعني أهمية الصوت تتضح من خلاله، وأهمية الصوت يعني تكون باينة بشكل أساسي؟ أو بعبارة أخرى، شنو هي أهمية الصوت في حياتنا بكل بساطة؟ فحابة أسمع منكم مداخلات إذا ممكن. أوكي تمام. الحين أعتقد قاعدة أشوف بعض الإجابات في الشات، بس أحس حابة أسمع صوت شخص منكم، فبختار من اللي كتبوا في الشات، بختار شخص واحد بس، الشخص اللي بقول اسمه إذا ما عليكم أمر يفتح المايك ويقول لي إجابته. أوكي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بس بختار أنا شخص واحد علشان بس الأصوات ما تتداخل مع بعضها. فعندنا أعتقد لحظة هايدي. هايدي معنا؟ إذا تسمعيني افتحي المايك. معليش أمر. أوكي لحظة. تمام، إذا ما عليك أمر فتحي المايك، بس حابة أسمع إجابتك على السؤال. أنا كنت بقول إن الصوت هو تمييز لشخصية الإنسان، يعني أي بقدر أعرف الإنسان من خلال صوته. كلنا ممكن نحدد الإنسان اللي يعني أو نقدر نعرف الإنسان اللي قدامنا من خلال الصوت. يعني مثلا لو بتكلم في التليفون ممكن بشكل كبير لو الشخص ده أنا عارفاه ممكن أعرف مين بكلمه من خلال صوته يعني. فعلاً، فإذاً الصوت أحد وسائل التعبير عن هوية الإنسان ولا أكثر من دلالة. يعني أنا ممكن من خلال الصوت أعرف أن اللي أكلمه رجل أو امرأة، ممكن من خلال الصوت حتى أقدر أخمن الفئة العمرية اللي ينتمي لها هذا الشخص، هل هذا الشخص هو طفل أو شاب أو مثلاً كبير في السن. من خلال الصوت بعد ممكن أستشف تفاصيل وايد أو ملامح عن شخصية الإنسان نفسه. يعني أحياناً من خلال الصوت فقط أو من خلال خلينا نقول الأداء الصوتي ممكن أقدر مثلاً يعني أستنتج أن هذا الشخص عنده ثقة بالنفس، عنده إيمان مثلاً بالكلام اللي قاعد يقوله، عنده مثلاً شخصية حازمة وقوية. ممكن أستنتج مثلاً أن هذا الشخص لطيف مهذب. ممكن بعد أستنتج أن هذا الشخص حنون. كل هذه التفاصيل أقدر أستنتجها من خلال الصوت فقط، مو بالضرورة الصوت. بس ما أعرف من فاتح المايك، بس مو بالضرورة أن الصوت يعكس الحقيقة، لكن هو يعطيني مؤشرات ودلالات وايد. علشان كذي هذه النقطة تقودنا إلى نقطة أنه مهم جدا نعتني بأصواتنا، لأنها انعكاس كبير لشخصياتنا، ويعني ممكن هي تكون الناقل الرئيسي لشخصيتنا، لمشاعرنا، لأحاسيسنا ولأفكارنا الداخلية. أوكي، نسمع إجابة ثانية. إنزين، نسمع إجابة ثانية من أوكي من عمر. في شخص اسمه عمر أعتقد كتب هني في الشات، بس إذا ما عليك أمر تفتح المايك الحين. تمام؟ أوكي تمام. إنزين عمر معانا؟ السلام عليكم. هلا أستاذة المعذرة، أنا مو سامع صوتي كمان. أوكي تمام هيك. أوكي إن شاء الله تمام الحين. أوكي أي تمام. أوكي الصوت هو طبعاً هو التأثير في الشخص المقابل إليك، يعني هو لغة التواصل في البداية، وأيضاً هو التأثير في الشخص المقابل أو للجمهور اللي أنت قاعد تتكلم معهم. فعلاً. فالصوت يعني هو عبارة عن مفهوم، وعبارة عن يعني كينونة كبيرة جداً في شخص الإنسان. فهو يعني مثل ما تقولي هي عبارة عن هوية الشخص بالضبط. وفي نقطة مهمة فيما يتعلق بالهوية، بما أن بصمة الإنسان لا يمكن أن تتكرر البصمة الأصبع، فكذلك بصمة الصوتية لا يمكن أن تتكرر. كلنا نمتلك أصواتنا الخاصة اللي يمكن تتشابه مع أصوات الآخرين لكن لا يمكن أن تتطابق. دائماً كل شخص عنده سمات صوتية في أداء الصوتي تميزة عن الآخرين. فيمكن إذا استشعرنا هذه النقطة بعد، نقطة تميز أصواتنا الخاصة، هذه النقطة بتساعدنا جداً أن نكون مختلفين عبر هذه القناة اللي هي قناة الصوت، وبالتالي بنكون مختلفين في التعبير عن أنفسنا، وبنكون شخصيات دائماً مختلفة في أي شيء بتقدمه للناس أو من خلال علاقاتها الاجتماعية. عمر، في مثلاً نقطة ثانية من وجهة نظرك تحس أن هي تميز الصوت مثلاً عن الصورة على سبيل المثال؟ والله يعني إحنا بنشوف مثلاً في وسائل التواصل خلينا نقول مثل الراديو مثلاً، مع أنك ما بتشوف الشخص يعني أمامك، ولكن أنت بتسمع يعني بتحس بتأثير الشخص هذا فيك. السبب هو الصوت، يعني الصوت هو ناقل مؤثر فيه بغض النظر عن شخص الإنسان. مثلا أنا يعني معلق صوتي لعدة شركات بحمد الله وعدة مؤسسات، بجوز ما حدا بيشوفني، ولكن
ولكن يعني الصوت يؤثر فيهم، يعني بيعطهم إيجابية أو سلبية عن بيئة أو طبيعة المتكلم. بالفعل. فهذه بالضبط. فيعني الصوت هو ناقل، هو مؤثر في الشخص. يعني بغض النظر، أنا أول مرة بلا مؤاخذ يعني أتكلم مع الأستاذة مريم فقيه، وهي يعني قامة كبيرة جدا في عالم التعليق الصوتي. الله يسلمك. الله يبارك فيك. ولكن يعني من سمع لصوتها لما أشوفها على الانستغرام أو أشوفها في تويتر أو أسمع صوتها، يعني يختلف اختلاف كبير جدا عن الهالة، أو خلينا نقول على الصورة الشخصية لها. تمام. الصوت هو المؤثر، هو الناقل فقط لشخصية الإنسان. نعم. بالفعل بالفعل، ما شاء الله صوتك جدا مميز عمار، ما شاء الله، يعني حتى طبيعي. الله يبارك فيك. بنواصل في الحديث عن موضوع الصوت فيما يتعلق اعذرونا بس على الانقطاع بين فترة والثانية، يعني بحكم تعقيدات التكنولوجية مضطرين ان احنا ننقطع. الحين اعتقد صوتي واضح عند الكل، صح؟ تمام، ممتاز. انزين، نواصل حديثنا عن أهمية الصوت. في نقطة مهمة عشان نقدر نتعرف على الصوت بشكل مختلف، احنا منذ الولادة نمتلك أصوات ونستخدم أصوات ونستقبل أصوات كذلك. اوكي، تمام. الحين نسكر الشات. فاحنا منذ الولادة نمتلك أصواتنا الخاصة ونستخدم أصواتنا الخاصة ايضا، لكن النقطة المهمة أن هذه الأصوات تجينا في زحمة، خلينا نقول، أشياء أخرى نتلقاها عن طريق الحواس. تجربتنا الحسية ما تتكون فقط من الصوت، خصوصاً للإنسان اللي يمتلك حواس خمس. الإنسان اللي يمتلك حواس خمس عنده حاسة البصر، وعنده حاسة الشم، وعنده حاسة التذوق واللمس، إلى جانب السمع، وإلى جانب أنه يطلق أصوات معينة يسمعها الآخرون. فهذه نقطة أيضاً مهمة، أن إحنا في زحمة هذه التجربة الحسية إحنا نسمع في نفس الوقت، نرى في نفس الوقت، نلمس في نفس الوقت، نشم. يمكن هذه التجربة الحسية المزدحمة، خلينا نقول، على كثر ما هي حلوة وعلى كثر ما هي توصل لنا جماليات الحياة، على كثر ما هي تخلينا ما نقدر نقدر قيمة كل حاسة على حدة. وإحنا اليوم تحديداً نبي نتكلم عن حاسة السمع وعن الصوت اللي نطلقه علشان يستقبلون الناس عن طريق حاسة السمع. يمكن لأن الصورة موجودة ما نركز على حاسة السمع، لكن إحنا في اليوم الواحد نتعرض لعشرات أو يمكن مئات الأصوات، حتى مثلاً في الغرفة الهادئة. مثلاً الحين أعتقد معظمكم يجلس في غرفة هادئة ما فيها أصوات، لكن لو غمض عيونه وجلس كذي في لحظة صمت وسكون وتأمل، بيلاحظ أن في أصوات وإن كانت بسيطة، لكن هذه الأصوات تؤثر في اللاوعي، تؤثر في نفسياتنا، تؤثر في مشاعرنا، تؤثر في حتى نظرتنا للحياة. يعني ممكن مثلاً وأنا مغمض عيوني كذي وقاعدة بهذه الطريقة أسمع صوت المكيف مثلاً، صوت المكيف الهادئ، صوت موجود. مثلاً ممكن أسمع صوت قاعد ييني من خارج الغرفة اللي أنا فيها عن طريق النافذة، ممكن أسمع صوت عصافير، ممكن أسمع صوت سيارات، ممكن أسمع صوت عمال يصلحون. كل هذه الأصوات هي أصوات موجودة وإحنا نتعرض لها. ليش أنا أركز على هذه النقطة تحديداً؟ لأن هذه النقطة بتساعدنا وايد أن احنا نعيد اكتشاف الصوت. احنا ما بنقدر نعيد اكتشاف أصواتنا الخاصة إلا إذا ركزنا على الصوت كعنصر متكامل، مو فقط أصواتنا، وإنما الصوت في كل شيء. أصوات الناس اللي احنا نتعامل معهم بشكل يومي، أصوات الحيوانات، أصوات الجمادات، أصوات الحركة، كل شيء لما يتحرك ويتفاعل يكون صوت معين. لما نركز عليه ونركز على دلالاته ونتعمق فيه، تبتدي الأذن شوي شوي تصير حساسة للصوت. ليش أنا أقول أن هذه النقطة لها أهمية في موضوع الصوت تحديداً، أو تعبر عن أهمية الصوت في حياتنا؟ لأن كل هذه الأصوات تتراكم في اللاوعي وتعطينا دلالات. يعني مثلاً أنا الحين قاعدة في غرفة
الستارة مغلقة، فما أقدر أشوف مثلاً شنو قاعد يصير في خارج هذه الغرفة في الشارع مثلاً، لكن يومياً أسمع أصوات مطارق، أسمع أصوات مناشير، أسمع أصوات أجهزة. تلقائياً، وهذه مثال بسيط جداً، بتوصلني حتى لو أنا ما كنت أدركها بطريقة مباشرة، بتوصلني معلومة أن في تصليحات جارية في الشارع حتى لو أنا ما كنت أبصرها أو أشوفها. هذا بينقلنا حق نقطة ثانية لها علاقة بأهمية الصوت. لما أنا أسمع الصوت مجرد من عنصر الصورة، ما عندي صورة محددة قاعدة أشوفها قدام عيني، بس قاعدة أركز على الصوت. شنو اللي بيصير عادة؟ اللي بيصير إنه أنا قاعدة أسمع مثلاً أصوات تصليحات، أصوات أدوات كهربائية، أصوات أدوات ميكانيكية، ببتدي بتوصلني معلومة أو فكرة إن في تصليحات جارية في الشارع. بس لأن أنا ما عندي الصورة المحددة لهذه التصليحات، لأن ما أقدر مثلاً أشوف خارج هذه النافذة، ببتدي أتخيل هذه الصورة. فخلونا مثلاً نسوي هذا التطبيق أو هذه التجربة في حياتنا اليومية، في يعني أبسط أشكال حياتنا اليومية. مثلاً نفتح التلفزيون، أوكي، وننشغل بشيء ثاني، نسمع بس الصوت اللي يجينا من التلفزيون، ونبتدي نتخيل، نبتدي يعني حتى لو تلاحظون إن حتى لو إرادياً ما اتجهنا للتخيل، لا إرادياً العقل لما يسمع صوت فقط بدون صورة بيبتدي يتخيل الصورة. فهذا يقودنا إلى نقطة إن الصوت ينمي ملكة الخيال عند الإنسان، والخيال هي ملكة مهمة جداً لكل إنسان يدخل في جانب من جوانب الفنون. يعني إذا أنا مثلاً أمتهن الفن، الرسم، التعليق الصوتي، الغناء، التصوير الفوتوغرافي، التصوير السينمائي، أي مجال بلا النحت، أي مجال بلا استثناء من مجالات الفنون الواسعة جداً، فأنا محتاجة إلى تنمية ملكة الخيال. هذه نقطة في غاية الأهمية، واللي ساعدنا على تنمية هذه الملكة أو أحد الأدوات المهمة اللي تساعدنا على تنمية هذه الملكة هو الصوت. أنا أعتقد أن كلنا مرينا في تجربة أن مثلاً لما كنا نسمع مذيعين المفضلين عبر الإذاعة، وفي ذاك الوقت ما كان عندنا سوشيال ميديا، ما كان عندنا قنوات مثلاً كفاية أن احنا نشوف مثلاً أو نرى أشكالهم أو صورهم، كنا نتخيلهم، نرسم لهم صور معينة في مخيلتنا. فبعدين نبتدي لما نشوف صورهم الحقيقية، أحياناً نلقى أن الصورة المتخيلة اللي إحنا رسمناها أجمل بكثير من الصورة الحقيقية، أو أكثر تفصيلاً خلينا نقول من الصورة الحقيقية. فهذه أيضاً نقطة تدل على أن الصوت ينمي ملكة الخيال، والصوت يطلق الخيال. الصوت يخليك أنت المخرج السينمائي لأي مادة تتلقاها في حياتك اليومية، أو أي مادة إعلامية تتلقاها، فما يقيدك بصورة معينة. لما تسمع صوت الفيلم السينمائي، ممكن ترسم في مخيلتك لوكيشنات تصوير، أشكال ممثلين، تفاعلات معينة مختلفة عن التفاعلات الحقيقية الموجودة، فأنت تصبح مخرج العمل لما تكتفي بعنصر الصوت. فهذه نقطة أيضاً لها علاقة بأهمية الصوت. نقطة ثالثة وتفيدنا جداً في حياتنا اليومية وفي تفاعلاتنا اليومية وفي حتى، سامحوني أنا ساعات أقطع لأن أشوف الشات بعد قاعدة أتابع معاكم تعليقاتكم، في تفاعلاتنا اليومية وفي حياتنا السريعة جداً وحياتنا المزدحمة جداً 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 في عصرنا الحالي، الصوت مفيد جداً كعنصر مجرد عن الصورة. ليش؟ لأن إذا أنا مثلاً عندي مادة صوتية، هذه المادة مو مؤلفة من صوت وصورة، مؤلفة بشكل أساسي من الصوت. هذه المادة أقدر أستقبلها كمستمع وأنا قاعدة أسوي أو وأنا منشغلة في نشاط آخر. مثلاً أنا في الجيم ألعب رياضة، أو مثلاً أمشي السيارة،
أو على سبيل المثال أنظف البيت أو أطبخ مثلاً. ففي هذه الحالة أنسب وسيلة للتسلية وللتعلم يعني معرفة ما يجري في العالم وللاطلاع على آراء الآخرين وتجاربهم وانطباعاتهم والاستماع إلى مشاعرهم هو المادة الصوتية، لأن الصورة في هذه الحالة تحتاج إلى تركيز. ما بقدر مثلاً وأنا أقود السيارة أن أترك الشارع وأحول بصري عن الشارع وأركز على صورة معينة، ما بقدر مثلاً وأنا أؤدي تمارين معينة في الجيم على سبيل المثال أن أنا أحول انتباهي بالكامل عن التمارين اللي أؤديها وأركز عيوني وانتباهي على صورة معينة. وهذه أيضاً من ميزات الصوت اللي تجعله في عصرنا الحالي تحديداً يمتلك قوة ما تمتلكها الصورة، مع أن الصورة لها رونقها ولها جمالها الخاص ولها يعني يمكن إمكانيات في توصيل بعض التفاصيل، الصوت ما يمتلكها، لكن يبقى الصوت له خصوصيته ويبقى له جماليته ودفئه الخاص وكذلك ميزاته اللي تخليه يفوق الصورة في بعض الأحيان. فاطمة كتبت لنا في الشات: الصوت هو من أهم أدوات الأشخاص اللي يعانون من أمراض ذهنية أو نفسية مثل التوحد. ويمكن يعني أنا غير متخصصة في هذا المجال، ولكن أنا أقدر أؤكد أن الصوت فعلاً له تأثير مباشر جداً على نفسية الإنسان وحالته النفسية، سواء لما يطلق صوت معين هذا الصوت يعبر عن حالته النفسية، أو لما يستقبل أصوات معينة شلون هذه الأصوات ممكن تؤثر في حالته النفسية. وهذه ممكن نلاحظها مثلاً لما نستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية أو نستمع إلى القرآن الكريم، شنو التأثير اللي ممكن يحصل علينا بالاستماع إلى هذه الأصوات، بالمقابل لما نستمع بشكل متكرر إلى أصوات ضوضاء وإزعاج أو أصوات عالية جداً حيث أن إذننا ما تقدر تستحملها. فهذه النقطة يعني بعد شلون ممكن تأثر على نفسياتنا، شلون ممكن ترفع من معدلات التوتر والقلق عندنا، هذه أيضا تدل على تأثير الصوت المباشر في نفسية الإنسان. مريم اكتبت نقطة: أن الإنسان اللي في غيبوبة الصوت يرجع للدنيا. هذه النقطة تقودني حق نقطة يمكن أنا شخصيا يعني هي رأي شخصي للأمانة وأنا مؤمنة فيها جداً. ما نقدر نقول إن الإنسان اللي في غيبوبة الصوت ممكن يرجع، ولكن حاسة السمع هي من الحواس اللي حتى لما الإنسان ما يكون في حالة من الإدراك الكامل تكون شغالة عنده وتكون مفعلة عنده بطريقة ما. بمعنى الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه يمكن حواس ثانية مثل حاسة البصر مو متكونة عنده، وحتى بعد الولادة حاسة البصر عنده تكون مشوشة ما تكونت بشكل كامل، ولكن حاسة السمع وهو في بطن أمه وحتى بعد الولادة هي الحاسة الأساسية اللي يرتكز عليها ويتأثر فيها بشكل جدا أساسي. فالجنين في بطن أمه بحسب يعني قائمة طويلة من الدراسات يتأثر بالأصوات اللي يسمعها بالحياة الخارجية، يعني هو ممكن يسمعها وهو في بطن أمه ويتأثر فيها ويمتل هذه التأثير حتى من بعد ما يطلع للحياة ويكبر. كذلك النقطة اللي قالتها مريم، هناك دلائل كثيرة أن الإنسان اللي يكون في غيبوبة ربما فاقد للكثير من الحواس، ولكن حاسة السمع تبقى إلى حد ما تعمل عنده، بدليل أنه لما يستيقظ الإنسان من الغيبوبة يمكن في عدد كبير من الحالات استيقظت من الغيبوبة وأكدت أنها هي كانت تسمع مثلا الكلام اللي يدور في الغرفة أثناء يعني الزيارات مثلا، أو مثلا لما أحد يوجه لها كلام معين هي تشعر بهذا الكلام أو هذا الشخص يشعر بهذا الكلام. ف يعني رأيي الشخصي لما فكرت أو تفكرت شوي في هذه النقطة حسيت أن يمكن هذه تفسير أن حاسة السمع أو ملكة الصوت أو أداة الصوت هي أداة قريبة جدا من القلب. يعني لما الإنسان يسمع صوت معين وهذا الصوت يجذبه تلقائيا، يمكن ما في أي شيء جاذب في هذا الإنسان أو في الشخص اللي أمامي أو في المشهد اللي أمامي إلا الأصوات
اللي أنا قاعد أسمعها، ولكن أقع في حب هذا الشيء. فالحميمية والقرب اللي يخلق الصوت، والحميمية والقرب اللي تخلق من قبل حاسة السمع، هذه ربما يكون تفسيرها أن الإنسان فعلاً هذه الحاسة تعمل عنده في الوعي وفي اللاوعي، وحتى لما يفقد إدراكه بشكل كبير، وحتى مثل ما قالت مريم أن في هناك أيضاً أحاديث أو في هناك أقوال أن حتى الميت إلى حد ما يسمع أصوات الناس اللي حواليه. فهذه أيضاً نقطة مهمة، ويمكن تفسر ليش الصوت بالنسبة لنا قريب جداً، وليش الصوت يعني دائماً يصل إلى القلب مباشرة بلا أي حواجز. إذا ما كان الصوت مستخدم بالطريقة الصحيحة وبالشكل الأمثل، ممكن يعترض طريقنا إلى قلوب الناس، ويقف كأن عقبة أو حاجز بيننا وبين الناس في علاقاتنا اليومية معهم، أو حتى مثلاً على صعيد العمل. تمام؟ أوكي، معاي؟ أنا أبي أحد يكتب لي في الشات أموركم طيبة؟ كل شيء تمام؟ هل في عندكم أي أسئلة؟ إذا عندكم أي أسئلة بناخذها قبل ما ننتقل حق النقطة اللي عقبها. أوكي، يا ريت بس تكتبوا لي في الشات إذا عندكم شيء. أوكي، تمام. التعليقات إن شاء الله بناخذها في وقت لاحق. إذا ما في أي أسئلة بننتقل حق النقطة اللي بعدها. أوكي، النقطة الأساسية وهي سبب وجودنا اليوم، كيف نعيد اكتشاف أصواتنا؟ النقطة الأولى بشكل مباشر بإدراك كل ما تكلمنا عنه مسبقاً، إدراك أهمية الصوت، إدراك أن الصوت هو مو أداة عابرة ممكن نستخدمها في حياتنا، مو عنصر عابر موجود في حياتنا، مو واحدة من أشكال التعبير عن النفس أو التعبير عن الرأي أو التعبير عن المشاعر فقط لا غير، وإنما هي بصمة تميزنا عن الآخرين جميعاً حقيقة. هذه نقطة. النقطة الثانية هي الناقل الرئيسي والأداة الأساسية في التعبير عن سمات الشخصية، وفي التعبير عن المشاعر، وفي التعبير عن الآراء، وفي التعبير عن النفس بشكل عام. فأنا أقدر أنقل صورتي للعالم كله بأجمل صورة ممكن خلال صوتي، وأقدر كذلك أظلم نفسي وأعبر عن نفسي بطريقة خاطئة، وأنقل أسوأ صورة ممكنة عن نفسي أيضاً من خلال صوتي. إدراك أهمية الصوت كعنصر منفصل عن التجارب الحسية الثانية، عن البصر، عن التذوق، عن الشم، حاسة السمع أهميتها، الصوت وأهميته، الصوت وتأثيره على خيال الإنسان وقدرة الإنسان على التخيل، وقدرة الإنسان على استلهام الأفكار الجديدة. أيضاً تأثير الصوت في تجاربنا المعرفية. إحنا اليوم مع حياتنا المزدحمة مثل ما قلنا، يمكن ما عندنا فرصة أن إحنا نشوف مثلاً مواد صوت وصورة، ما عندنا فرصة نقرأ كتاب، ولكن من خلال المواد الصوتية ممكن تصل لنا الكثير من المعلومات. النقطة الثانية بالنسبة لي في إعادة اكتشاف الصوت بشكل عام، هي إعادة اكتشاف علاقتنا باللغة. وأنا هني أتكلم، لما أتكلم عن اللغة أتكلم عن أي لغة في العالم. اللغة ما يخفى عليكم أكيد، لكن هذه نقطة من المهم أن نذكر نفسنا فيها دائما علشان نجدد علاقتنا باللغة. اللغة المنطوقة تحديداً واللغة بشكل عام هي اللي تميز الصوت البشري عن الصوت الحيواني. الحيوانات أيضاً عندها أصوات وعندها تعبير صوتي معين تقدر تتفاهم فيه مع بعضها. عندها مثلاً تنظيم صوتي معين ممكن تتواصل فيه، تعبر فيه عن رغباتها، تعبر فيه عن مشاعرها. ولكن لأن الحيوان رغباته بسيطة ومشاعره بسيطة وآراءه بسيطة وإدراكه بسيط، فهو ما يحتاج إلى اللغة مثل ما يحتاجها الإنسان الكائن المعقد أكثر، اللي يحتاج أنه هو يعبر بطريقة مفصلة أكثر، معقدة أكثر. ليش؟ لأن تفاصيله يعني أعلى في المستوى وأعلى في التعقيد من الحيوان.
فإذا نتيجة لذلك الإنسان في البداية ما كانت عنده لغة، ولكن طور هذه اللغة لأن الإنسان بطبيعة الحال يحتاج أن يكون عنده هذه المستوى الأعلى من توظيف الصوت، واللغة هو عبارة عن توظيف متطور للصوت. فعلشان كذي لابد أن احنا نعيد علاقتنا باللغة، لابد أن احنا نستشعر أن اللغة هي اللي تميزنا كبشر عن بقية الكائنات وبقية الجمادات حتى على الإطلاق. اللغة هي الجسر اللي نقدر نعبر من خلاله عن طريق أصواتنا وعن طرق كذلك مختلفة إلى كل الناس، ونقدر نحقق من خلال النجاح المهني والنجاح كذلك على الصعيد الشخصي أيا كانت مهنتنا، حتى لو كان الشخص طبيب أو مهندس، محامي، معلم، أي مهنة في العالم تحتاج إلى اللغة وتحتاج إلى تضافر عنصر اللغة مع عنصر الصوت. فيمكن إعادة اكتشاف علاقتنا باللغة، إش كثر إحنا لنا علاقة بمثلاً اللغة الأم في حالتنا هي اللغة العربية، اللغات الأخرى كذلك، إش كثر إحنا عندنا تفكر في جماليات اللغة، مثلاً أصول الكلمات، أصول الحروف، نغمات الحروف، شلون حتى نغمة الحرف المعين هذه تحرك مشاعر معينة أو تطرب الآذان بطريقة معينة، شلون مثلاً أختار كلمات، نغمة الكلمة هذه على الأذن يعني في لها إيقاع سمعي جميل معين. فإعادة اكتشاف علاقتنا باللغة بهذه العمق هي أيضاً واحدة بالنسبة لي في وجهة نظري هي واحدة من العناصر الأساسية في موضوع إعادة اكتشاف الصوت. هذه المقدمة النظرية يمكن يعني مقدمة طويلة، قد تكون مملة، قد تكون مليئة بالبديهيات، ولكن بالنسبة لي هي تمهيد أساسي لأي تفاعل أو أي تطلع لإعادة اكتشاف أصواتنا الخاصة ولتطوير أصواتنا الخاصة. بدون ما نتفكر في هذه المفاهيم الأساسية اللي لها علاقة بالصوت وباللغة، يمكن محاولة إعادة اكتشاف الصوت بتكون قاصرة. ليش؟ لأن من داخل أنفسنا ومن المحرك الأساسي لكل أفعالنا وهو العقل ما عندنا رؤية مختلفة للصوت. فإذا التطبيق المختلف للصوت، الأداء المختلف للصوت يبدأ من العقل في البداية، من الرؤية المختلفة للصوت، إن إحنا شلون نستقبل الصوت ونستقبل اللغة ونتذوق هذه الأشياء بطريقة مختلفة عن الطريقة الاعتيادية التقليدية اللي إحنا تعودنا عليها منذ الطفولة، ويمكن ما كنا منتبهين إن إحنا لازم نغير فيها بشكل أو بآخر. النقطة الأساسية الثانية من بعد اكتشاف إعادة اكتشاف الصوت كعنصر، ومن بعد إعادة اكتشاف اللغة أيضاً كعنصر وعلاقتنا باللغة، النقطة الثالثة فيما يتعلق بأصواتنا الشخصية، لابد أن نحب أصواتنا الشخصية. لا يمكن لأي إنسان حاب أنه يطور أداء صوتي على صعيد الأداء الصوتي الاحترافي مثل التعليق الصوتي أو التقديم الإعلامي أو الخطب الجماهيرية أو حتى في حياته اليومية في مثلاً علاقاته الاجتماعية، سوالفه مع الربع، مقابلات العمل على سبيل المثال. لا يمكن لأي شخص أنه هو يبتدي يحدث تغيير حقيقي بدون ما يبتدي يتقبل صوته الخاص. يمكن في مشكلة موجودة عند وايد ناس وأنا كنت واحدة منهم، أن احنا ما نحب أصواتنا. يعني لما مثلا نكون متصالحين مع أصواتنا لما نستخدم هذا الصوت في الحياة اليومية ما نسمعه في تسجيل معين، بس بمجرد ما نسجل فويس نوت أو نسجل مثلاً صوتنا على أي جهاز تسجيل ونسمع صوتنا نحس أن لا ما نبي نسمع، لا هذا الصوت يعني بالنسبة لي صوت غير جميل، ونحبط ونحس بالإحباط تجاه أصواتنا وما نحس أن إحنا يعني متقبلين أصواتنا. هل في أحد
يقدر يعرف أو مثلاً عنده تفسير لهذه الظاهرة؟ لأن يعني هي فعلاً ظاهرة، هي يعني تحصل مع كثير من الناس. هل في أحد منكم عنده تفسير ليش الشخص عادةً لما يسمع صوته في تسجيل مثلاً ثاني، في فويس نوت، في جهاز آخر، غير لما يسمعه وهو قاعد يتكلم يحس أنه هو ما يحب صوته؟ أوكي. طبعاً أنا بقرأ في الشات ردودكم على ذي السؤال. أوكي. الصوت المسجل مو صوتنا الحقيقي، هو بالعكس، الصوت المسجل هو صوتنا الحقيقي، هو صوتنا اللي الناس تسمعه، خلينا نقول عشان نكون أدق. بالضبط. أميرة تقول لأن إحنا لما نسمع صوتنا المسجل فإحنا نسمع صوتنا الحقيقي اللي يسمع الناس، وإحنا في الحياة الواقعية عمرنا ما قاعدين نسمع هذه الصوت. لما أنا أتكلم صوتي طبعاً ينشأ من هذه المنطقة اللي هي الجهاز الصوتي أو جهاز النطق عند الإنسان، اللي هي الحنجرة مروراً بالفم طبعاً واللسان والأسنان، بعد ذلك يطلع الصوت خارجاً. لما أتكلم ويمر الهواء عبر هذه المنطقة والحبال الصوتية أو الصمامات الصوتية تتحرك فتطلع أصوات معينة، وبعدين تمر هذه الأصوات في هذه المنطقة تطلع الموجات الصوتية من الفم، فهي شنو قاعد يصير فيها؟ الموجات الصوتية هذه تطلع من فمي وتصل إلى أذني من الخارج، وهي كذلك من الداخل تروح حق أذني من الداخل وأذني تسمعها من الداخل. فمن كذي الصوت اللي أسمعه غير عن الصوت الحقيقي، لأن الصوت الحقيقي اللي الناس تسمعه هو فقط الصوت الخارجي. إحنا تداخل عندنا الصوت الخارجي والصوت الداخلي يندمجون مع بعض، فالصوت اللي نسمعه يكون صوت مختلف عن اللي الناس تسمعه أو اللي إحنا نسمعه في التسجيلات. فلما نسمع صوتنا مثل ما الناس تسمعه، اللي هو الصوت المسجل اللي يكون مسجل على فويس نوت أو على أي وسيط من وسائط التسجيل، تحدث الصدمة. الحقيقة أنه مو بالضرورة صوتنا يكون قبيح، مو بالضرورة صوتنا يكون غير جذاب، وإنما إحنا مصدومين أن هذه صوتنا. فردة الفعل الأولى هي الرفض، يعني أنا متعود أن صوتي أسمعه بهذه الطريقة، فأنا رفضت أني أتقبل فكرة أن هذه هو صوتي الحقيقي اللي الناس تسمعه. فالنقطة الأولى، لابد أن أنا أتقبل صوتي، ولابد أعرف أن صوتي اللي أسمعه وأنا أتكلم هو غير عن الصوت اللي الناس تسمعه، وهذا لا يعني أن الصوت اللي الناس تسمعه هو صوت غير جميل، وإنما أنا شخصياً مو متعودة عليه. رقم ثلاثة، لابد بالتالي نعود نفسي على سماع صوتي من وسيط خارجي، يعني ما تعود بس على صوتي وأنا أتكلم، لا أسجل صوتي بويس نوت، يعني مثلاً أنا أسوي حركة واعتبرها حركة مناسبة حق الناس اللي يبون يتقبلون أصواتهم، أسجل فويس نوت حق أي أحد وأرجع أسمع مرة ثانية. حتى لين أحياناً مثلاً يجيني شعور أنه لا مريم صوتك مو حلو، أداءك الصوتي مو حلو. وطبعاً الإنسان لما ينغمس في موضوع الصوت يعني يبتدي وايد يدقق في هذه الأمور حتى في الأحاديث اليومية. فلما أسمع صوتي ويجيني هذا الشعور ما أسكر الفويس نوت، أجبر نفسي أن أنا أسمع وأسمع وأسمع وأواصل. لما أسجل برنامج أدائي، لما أسجل تعليق صوتي معين، أجبر نفسي عشان أقيم أدائي، وعلشان بعد أتقبل صوتي شيئا فشيئا، أجبر نفسي أن أنا أسمع صوتي، وأجبر نفسي أن أنا أتعود على هذا الصوت، وأركز على النقاط الحلوة في صوتي، لأن كل إنسان يملك نقاط حلوة في صوته. وهذه بعد يقودنا إلى نقطة ثالثة بتساعدنا أن إحنا نتقبل أصواتنا. ما في صوت قبيح، أو بمعنى أصح، في مدرب الله يذكره بالخير، مدرب في التعليق الصوتي، مرة قال لنا نقطة وأنا يعني شخصياً أتفق معه فيها، أن
الأصوات الجميلة جدا، جمال استثنائي، بحيث أن هي ما تحتاج يعني شغل مثل ما نقول، ما تحتاج تقنيات أداء، ما تحتاج تدريب، وما يختلف عليها أحد، تشكل 1% من أصوات الناس. والأصوات اللي خلينا نقول يعني فيها مشاكل كبيرة جدا وما منها أمل، بعد تشكل أصوات 1% من الناس، فيبقى عندنا 98% أصواتهم جميلة ولكن تحتاج إلى استخراج معين لهذا الجمال وتوظيف معين لهذا الجمال. فإذا خلونا نتفق على أن الغالبية العظمى من الناس أصواتهم جميلة وفيها نقاط قوة، لكن ربما الشخص نفسه مو متقبل صوته، فبالتالي هذا ينعكس حتى على أداء الصوتي، وربما الشخص قاعد يستخدم التقنية الغلط ويستخدم الطبقة الغلط ويستخدم الوقفات الغلط ويستخدم التلوين الغلط، فبالتالي والمخارج مالت الحروف تكون خطأ، وكل هذه الأمور تؤدي إلى أنه يظلم جمال صوته. بس بمجرد ما يبتدي يتبع بعض التقنيات تتغير المعادلة تماماً، ويبتدي جمال صوته يطلع، ويمكن حتى هو يتفاجأ من كمية الجمال الموجودة في صوته واللي كانت مختبئة، لأنه هو يعني ببساطة ما اشتغل على إخراجها. أوكي تمام، شوي برجع حق تعليقاتكم بس. أوكي فاتنة تقول هناك أصوات لا يمكن توظيفها في الوثائقيات أو الإعلانات لكنها جميلة جدا في الدبلاج مثلا، لكل صوت مكانه وتوظيفه الصحيح. فعلا أنا أتفق معك، لكل صوت مكانه وتوظيفه الصحيح. وأضيف عليك أن أضيف عليك نقطة، أن أحيانا الشخص حتى ما يكون عارف الإمكانيات الكاملة لصوته، فيظن أن صوته لا يصلح للوثائقيات، بينما صوته بالتدريب وبالتطوير وبالشغل ممكن يتطور، ممكن يصل إلى مساحة معينة يقدر أنه يؤدي الوثائقيات بطريقة جدا جميلة أو بطريقة تكون متقبلة، ويقدر يوصل الشعور والمعنى وكل هذه التفاصيل، لكن هو ما يكون مدرك لهذه النقطة لأنه ما جرب يشتغل على صوته، ما جرب أنه هو يحلل صوته تحليل موضوعي، خلينا نقول حيادي، بمعزل عن المشاعر الشخصية، سواء مشاعر حب النفس أو كره النفس أو التحيز للنفس أو التحيز ضد النفس. لا، ما جرب أنه يحلل بشكل موضوعي وما جرب أنه يشتغل عليه، فما عرف لأي سقف ممكن يوصل في صوته. ففعلاً التدريب يقود إلى اكتشاف نقاط القوة، يحقق ثقة بالنفس ويوسع من المساحة الصوتية. تمام، فإذاً تذكير سريع بالنقاط الثلاث، شلون ممكن نعيد اكتشاف أصواتنا الخاصة؟ أول شيء نعيد تعريف الصوت في حياتنا، الصوت بكل أشكاله، حتى المؤثرات الصوتية مثل صوت الحمامة اللي يم دريشتي الحين. رقم اثنين، نعيد اكتشاف علاقتنا باللغة وأهمية اللغة في حياة الإنسان، وكيف أن اللغة هي التي تميز الإنسان عن بقية المخلوقات، وكيف أن اللغة ممكن تميزني أنا كإنسان عن بقية البشر كذلك. والنقطة الثالثة، أن الإنسان يبدأ بتقبل صوته الشخصي، لأن في ظل وجود عدم تقبل، في ظل وجود عدم التصالح مع هذا الصوت الشخصي، أي مجهود أنا راح أبذله في عملية تطوير صوتي الشخصي راح يكون عبثي للأسف. أوكي، عندكم أي سؤال قبل أن ننتقل حق النقطة الثانية أو النقطة اللي بعدها؟ النقطة اللي بعدها طبعاً بتكون بعض المفاهيم الأساسية في عالم الصوت. في أي سؤال أو تعليق؟ ممكن نسمع تعليق واحد علشان نكسر شوية، نكسر الجو شوي. أعتقد الأخ محمد رحمة عنده تعليق. أوكي. Excuse me, can you unmute please? السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، مرحبا أخوي محمد. الله يسلمك أستاذة، ما قصرتين، شكرا.
عن موضوع صادني تساؤل كان من فترة إذا يصيدني يعني كل يجيني تساؤل ليش أسوي هاي الشيء. وكان هو مثلا إذا أنا أمشي السيارة وأسمع المسجل إذا أركز في شيء أقصر المسجل ليش ما أدري، مع أني أنا طالع بعيوني يعني مو بأدوني. أيوة. ونفس الشيء إذا مثلا أشم ريحة أي شيء برا السيارة أوتوماتيك أقصر المسجل، زين إيش دخل خشمي في أدوني؟ بالضبط ما أدري ليش لما الواحد يبي مثلا يرجع ريوس ويبي يركز على طول يقصر على المسجل. بالضبط. فيجيني تساؤل يعني أقول شو يعني شلون شبكة الإنسان يعني السمع بالبصر بال حتى مع الكلام يعني. فيعني سبحان الله هاي الشيء مميز حتى في الإنسان إنه يركز كل قوته يشيلها من شيء يحطها في شيء. فبعض الأحيان يعني سبحان الله إذا إنسان ما عنده نظر بس حكم قوة السمع مالته يمكن 80% تتمركز كلها في السمع. وهي بس هاي التعليق اللي عندي. بالضبط. يقول لك خليفة أستاذ محمد الرجال يركزون في شيء واحد فقط، يعني ما عندهم مهارة التركيز في كم من شيء مع بعض. لا والله ياكلون ياكل سندويشة ومشي السيارة ويشرب جيجارة ويشرب بيبسي كيف في نفس الوقت. فعلا احنا انا ما قلت شيء يعني هذي رجل وقال هذي. شكرا لك يا أستاذة. طيب شكرا لك محمد على هذه التعليق. فعلا النقطة هذه في غاية الأهمية. يمكن نلاحظ أن أخوان الكفيفين كون أنهم فاقدين لحاسة البصر عندهم تركيز استثنائي على حاسة السمع، وعندهم يعني استثمار لحاسة السمع لا يمكن تخيله، ما يتخيله إلا الإنسان اللي يعيش أو يتعامل بشكل مباشر مع شخص كفيف. وللأمانة أنا في فترات من حياتي تعايشت وعندي صديقة من كفيفة يعني، وكانت تذهلني حقيقة شلون هي تستثمر حاسة السمع وشلون تركز على تفاصيل التفاصيل في موضوع الصوت بطريقة يمكن المبصر ما يقدر يركز عليها. ليش؟ لأن الحواس تداخلت عنده، الشبكة الحسية هذه كلها متداخلة عنده، فمو قادر أنه هو يستفيد من كل عنصر على حده. عنصر البصر يعني يستثمره بالشكل الأمثل، عنصر السمع يستثمره بالشكل الأمثل. فهذه جدا يعني خلاني انتبه حق نقطة أنه لابد الإنسان إلى جانب طبعا أنه هو يستمتع بنعمة امتلاكه لحواس خمس ويستثمر هذه النعمة بأنه التجربة الحسية مالته تكون خليط من كل هذه الحواس، لابد أنه أحيانا كأنه يسكر الحواس ويبتدي يشتغل على حاسة واحدة. يعني أنا مثلاً أسكر أذني وأشتغل بس على حاسة البصر، أحاول أن أنا مثلاً في بعض الأحيان أنسى حاسة البصر وأنسى حاسة السمع وأركز فقط على الشم، على هذه الحاسة فقط، علشان أقدر أستثمر هذه الحاسة وأقدر قيمتها الحقيقية حقيقة. إنزين تمام. الأخ محمد بعد قاعد يقول لاحظت هاي الشيء في بنتي إن هي ما تشوف لكن سمعها جدا قوي، وتعرف إذا في شخص واقف صوبها أو على يمينها أو على يسارها. فعلا هذا الشيء يعني مبهر حقيقة في المكفوفين تحديدا. تمام، خلونا ننتقل حق المفاهيم الأساسية في عالم الصوت. طبعاً أول مفهوم لابد أن احنا نقترب منه لما بنتكلم عن أساسيات عالم الصوت هو مفهوم طبقة الصوت، وهذا مفهوم يمكن كل الناس أو معظم الناس خلينا نقول سمعت عنه بشكل أو بآخر، طبقة الصوت العالية، طبقة الصوت المنخفضة. ولكن لاحظت أن وايد ناس عندهم مفهوم غير دقيق لطبقة الصوت. خلونا نعرف شنو طبقة الصوت. طبقة الصوت بشكل أساسي أوكي. طبقة الصوت بشكل أساسي هي مقدار التردد الموجود في الصوت. علشان نفهم الفكرة أكثر خلونا نشرح المسألة على الجهاز الصوتي للإنسان أوكي. طبعاً طبقة الصوت هي التي تميز الصوت الرجالي بالدرجة الأولى عن الصوت النسائي، وهي اللي تميز صوت الطفل عن صوت الشيخ الكبير في السن أو صوت الرجل الكبير الراشد. فخلونا نفهم
أو نقترب أكثر من مفهوم طبقة الصوت من خلال الجهاز الصوتي. لما أنا بوي أتكلم شو اللي يصير؟ طبعاً هذه الأمور كلها تصير في جزء من الثانية. عقلي يرسل إشارة معينة لجهازي الصوتي إنه والله أنا الحين ببتدي أتكلم. أوكي؟ فالصوت هو عنصر ينتقل بالهواء. الصوت هي موجات تنتقل بالهواء فقط. فالناقل الأساسي للموجات الصوتية هي الهواء، هو الهواء اللي يعني يمشي باستمرار في جهازي التنفسي من الأنف والفم والقصبة الهوائية والرئتين. فهذه الهواء يمر في صمام احنا نسميه الأحبال الصوتية، بس هذه تسمية مو دقيقة لأنه هو مو حبل صوتي، هو أقرب للصمام، ينفتح وينصك، ينفتح وينصك. فهذه الحركة هي اللي تخرج أصوات معينة. هذا الصمام سماكته وطوله يختلف من شخص إلى آخر، وبشكل عام يختلف بشكل أساسي بين الرجال والنساء. عند الرجال هذا الصمام أو هذا الحبل الصوتي يكون عادة أطول وأسمك من الحبل الصوتي أو الأحبال الصوتية أو الصمامات الصوتية الموجودة عند النساء. النساء تكون صماماتهم أصغر وأرق، أو عرضها يكون أقل من الصمام الصوتي الموجود عند الرجال. فلما الهواء يمر في هذا الصمام الصوتي الرجالي، حركة الصمام الصوتي الطويل نسبياً أطول واللي نسبياً أسمك تخلي الاهتزازات الموجودة في الهواء أقل. يعني شنو الاهتزازات؟ يعني الحين الصوت عندنا بالنسبة لنا هو عبارة عن موجة، الصوت بالنسبة لنا ما أعرف إذا واضح عندكم، هو عبارة عن موجة. أوكي، هذه الموجة لاحظوا إنه ترددها قليل. تردد هو هذه الارتفاع والانخفاض الواحد في الموجة نسميه تردد. كل ما زادت عدد الموجات زاد التردد، وكل ما قلت عدد الموجات قل التردد الصوتي. فهذه في الصوت الرجالي. زين، لما يمر الهواء في الصمامات السميكة والطويلة نسبيا الاهتزازات تصير أو الموجات تصير كذي متباعدة عن بعضها البعض، فالنتيجة تكون أن الطبقة الصوتية تكون منخفضة عند الرجل. منخفضة بمعنى آخر عشان أقرب لكم الصورة، تكون أفخم، تكون أهدأ، خلي نقول تكون يعني أركز، خلي نقول. أوكي، لكن عند النساء، عند النساء الحالة الثانية، لما يمر الهواء في الصمامات الصوتية اللي تكون أسمك، عفواً اللي تكون أرق وتكون أقصر، فالاهتزازات اللي تنشأ أو الموجات اللي تنشأ في الهواء، فعلاً التردد أقل عند الرجل وأعلى عند النساء، الاهتزازات أو الموجات اللي تنشأ في الهواء الخارج من فم المرأة تكون أكثر نتيجة لمرورها في هذه الصمامات، فتكون أكثر. فالصوت الناتج عن المرأة يكون أحد، خلي نقول يكون يعني أنثوي أكثر. فعلشان أقرب لكم الصورة، الطبقة، طبقة الصوت هي التي تفرق الصوت الذكوري عن الصوت الأنثوي بشكل أساسي. ولكن هذه الصورة بعد قاصرة، يعني ما أقدر أقول فقط أن طبقة الصوت علشان أقدر أستوعبها بشكل منطقي أو بشكل عملي، ما أقدر أقول أن هي فقط العنصر الذي يميز الصوت الرجالي عن الصوت النسائي، لا، لأنه بيكون تعريف قاصر. إحنا أيضاً كأفراد، سواء كنا رجال، نساء، كنا شباب، أطفال، كنا كبار في السن، كلنا نملك عدد من الطبقات الصوتية في أصواتنا الخاصة. وهذه أيضاً من المفاهيم المغلوطة اللي ممكن تكون موجودة عند الناس. الناس يمكن تتصور أن أنا عندي طبقة صوت واحدة فقط، هي الطبقة اللي أنا تعودت أتكلم فيها واللي طول عمري أتكلم فيها، لكن هذا شيء خطأ. إحنا ما عندنا
ما عندنا خط أو ما عندنا مسار ضيق جداً. القلم مشى، معلش خلاص أوكي. ما عندنا مسار ضيق جداً نتحرك فيه، بالعكس إحنا عندنا مساحة. بعض الناس يتصورون إن هذه هي المنطقة اللي إحنا نقدر نتحرك فيها، لكن الحقيقة تقول إن لا، المنطقة أكبر من تخيلنا. في هذه المنطقة في سقف اللي هو الحد الأعلى، اللي هو أعلى طبقة صوتية أنا أقدر أوصل لها، زين، وعندنا قاع اللي هو أنزل طبقة صوتية أقدر أوصل لها، وعندنا طبقات في المنتصف. خلوني أشرح لكم هذه المفهوم بطريقة عملية، أوكي؟ ممكن أنا أكلمكم بطريقة إنه أنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في هذه الرحلة الصوتية التي نغوص من خلالها في عالم الصوت، أوكي؟ هني أنا تكلمت الطبقة منخفضة، أوكي؟ ممكن أنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في رحلة صوتية تأخذكم في عالم الصوت. لاحظت الفرق؟ أنا أحس ودي أن تكتبون لي الفرق في الشات. شنو الفرق اللي لاحظته؟ بعيد عن سرعة الصوت. بالضبط، الفرق أن في المرة الأولى استخدمت طبقة منخفضة من صوتي، والمرة الثانية استخدمت طبقة مرتفعة من صوتي. أي واحدة فيهم صوتي؟ الأولى ولا الثانية؟ أوكي، الأولى، الثانية، الثنتين. في ناس قالوا أن الثنتين هما صوتي، وهذه هي الإجابة الصحيحة. لا الأولى فقط هي صوتي، ولا الثانية فقط هي صوتي، وإنما الصوتين هما صوتي. إحنا جميعاً ما نمتلك صوت واحد، إحنا نمتلك مجموعة من الأصوات. أنا هنا ما أتكلم عن الصوت المصطنع، يعني أنا ما زلت مريم، أنتم ما زلتوا تشعرون أن أنا مريم، لكن في فرق في الطبقة، في فرق في الأداء، في فرق في الصوت. هذا اللي أقصده، لا أقصد أبداً الصوت المصطنع، أن أنا أقلد صوت شخص ثاني أبداً، لكن أقصد الحركة ضمن المساحة الصوتية اللي أنا أمتلكها. المساحة الصوتية اللي إحنا نمتلكها هي المساحة الموجودة ما بين أعلى طبقة أقدر أوصل لها وأنزل طبقة أقدر أوصل لها. على سبيل المثال، مساحتي الصوتية هي ما بين هذه الطبقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما بين هذه الطبقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقريباً. المرة الأولى استخدمت قاع المساحة الصوتية الموجودة عندي، في المرة الثانية استخدمت سقف المساحة الصوتية الموجودة عندي. كل طبقة لها استخداماتها الخاصة، لها المكان الخاص اللي ممكن أنا أستخدمه فيها. في مثلاً توظيفات معينة خصوصاً في التعليق الصوتي الاحترافي، مثلاً الطبقة العالية ممكن أستخدمها في أفلام الكرتون على سبيل المثال، إذا أنا بأدي دور طفلة على سبيل المثال. الطبقة الواطية ممكن مثلاً أستخدمها بعد في التمثيل، إذا أبي أكبر سني، أبي أعطي إيحاء أن سني هو أكبر من السن اللي أنا فعلياً صوتي قاعد يوصله. لكن بشكل عام، بعيداً عن الطبقة العالية والطبقة المنخفضة في الصوت، بشكل عام المنطقة الوسطى هي أريح منطقة لأذن السامع، وأريح منطقة لأحبالي الصوتية وجهازي الصوتي الخاص. فإذاً خير الأمور الوسط تنطبق على كل شيء حتى في الصوت. فالأساس اللي أتحرك فيه، الأساس اللي أنطلق منه، المفروض هو يكون المنطقة الوسطى في صوتي. من هذه المنطقة الوسطى إذا أنا مشيت فيها وانطلقت فيها،
بيكون عندي هامش من المساحة أقدر أرتفع فوق وأنزل تحت. لكن لو اخترت أني أنا مثلاً المنطقة الأساسية اللي أنطلق فيها من صوتي هي المنطقة اللي فوق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اليوم في خلاص ما أقدر أتكلم، ما أقدر ألون، ما أقدر أصعد وأنزل. ليش؟ لأن أنا في السقف. لما الإنسان يكون في السقف ما يقدر يتحرك، يقدر ينزل لكنه ما يقدر يصعد. ونفس الشيء لما الإنسان يكون في القاع يقدر يصعد لكنه ما يقدر ينزل. فإذن لما أكون في المنتصف أقدر أتحرك بحرية في كل أنحاء مساحتي الصوتية. فعادة المنطقة الوسطى من الصوت من مساحتي الصوتية الخاصة هي المنطقة الأمثل. فبالتالي علشان أعرف المنطقة الوسطى من مساحتي الصوتية لازم أكتشف مساحتي الصوتية، صحيح؟ تمام. شلون أكتشف مساحتي الصوتية؟ ببساطة نفس التمرين اللي أنا سويته، جملة واحدة، أي جملة في الحياة أحاول أسجلها بطبقات صوتية مختلفة بهذه الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 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 السلام عليكم ورحمة. خلاص وصلت السقف، خلاص أوكي. فممكن أخذ الريكوردر مال التلفون، مو بالضرورة يكون عندي مايك احترافي، مو بالضرورة يكون عندي استوديو، ببساطة شديدة ريكوردر التلفون في منطقة هادئة، منطقة تكون يعني مثلاً غرفة يكون فيها مثلاً سجادة على الأرض، يكون فيها أسطح قماشية، مثلاً أريكة معينة، يكون فيها ستاير، يكون في حتى خزانة الملابس لأن القماش يمتص الصوت فيعطيني كواليتي أفضل في التسجيل. فممكن أنا أختار غرفة هادئة ما فيها أصوات وأخذ ريكوردر التلفون، أحتفظ بمسافة معينة بيني وبين الريكوردر وأبتدي أسجل. لحظة، أوكي خلي أشوف بس الشات، أوكي، وأبتدي أسجل التمارين هذه أو التجارب هذه بطبقات صوتية مختلفة. شوي شوي مع التجربة ببتدي أتعرف على صوتي أكثر، وين المنطقة الحلوة؟ يعني في هذه الحالة أنا بصير المتحدث وبصير المستمع في نفس الوقت. وحاولوا تفصلون نفسكم كمتحدث عن نفسكم كمستمع، حاولوا يعني تستمعون بحيادية تامة. لو أنا سمعت صوت هذا الشخص شنو بيكون ارتياحي أو مدى ارتياحي أو تقبلي لصوت هذا الشخص؟ أوكي؟ فأسجل كل هذه التسجيلات وبعدها أبتدي أسمع أي واحدة فيهم هي الطبقة الوسطى في صوتي، بعدين أبتدي أفكر أي واحدة فيهم هي الطبقة المريحة، المريحة بالنسبة لي كمتحدث والمريحة كذلك بالنسبة لي كمستمع، يعني المريحة لجهازي الصوتي لأحبال الصوتية والمريحة لأذني كذلك كمستمع. وأقيم نفسي حتى لو ما كان عندي أحد يقيمني، صدقوني مرة بعد مرة كل ما الواحد يبتدي يسمع صوته أكثر ويبتدي يروح مناطق متطرفة من صوته، وما في أي مانع تروحون مناطق متطرفة خلينا نقول من صوتكم طالما أنتوا تسوون هذا الشيء من منطلق التدريب، كل ما راح مناطق متطرفة من صوتك كل ما بيذهل من كمية الاكتشافات اللي بيكتشفها في صوت الخاص. شنو القدرات اللي يمتلكها؟ أحياناً يعني حتى في ناس بيكتشفون أنه أنا أصلح لأفلام الكرتون لأن في العالي صوتي جميل ويصلح أنه أنا مثلاً أدي أدوار كرتونية. في ناس يكتشفون أن في الواطي أو في الطبقة المنخفضة صوتي جميل جداً فيصلح للوثائقيات، يصلح للنشرات الإخبارية، يصلح للبرامج الليلية مثلاً اللي تحتاج طبقة منخفضة فيها مشاعر، فيها إحساس، فيها سكون، فيها هدوء، فيها استرخاء. فبتذهلون من اكتشافاتكم في أصواتكم الخاصة، إلى جانب طبعاً أن هذه الاكتشافات بتخليكم تعيدون النظر في أدائكم الصوتي حتى في حديثكم مع أقاربكم أو أصدقائكم. يعني
قبل لما كنت مثلا اقول سالفه حق صديقتي مثلا بطبقه صوتيه معينه، بفكر في هذه المرحله من اكتشاف الصوت ان هذه الطبقه ما تناسب هذه القصه او هذه الموضوع او هذه السالفه، لا انا لازم استخدم طبقه ثانيه. وطبعا هذا الشيء كل ما تراكم في اللاوعي بيبتدي خلاص يصير تلقائي عندكم، واداكم الصوتي اليومي بيتطور بشكل خيالي حتى في علاقاتكم الاجتماعيه، مو فقط مثل ما قلنا في الحياه المهنيه او الاحترافيه. تمام. في نقطه وايد مهمه، عادةً الصوت الرجالي مثل ما قلنا يميل إلى الطبقات المنخفضة، والصوت النسائي يميل إلى الطبقات العالية. خبر سيء للنساء مع شديد الأسف أن الطبقات المرتفعة عادةً ما تكون مريحة للأحبال الصوتية، وما تكون مريحة للأذن أبداً. هل مرة صادفتوا أحد طبقته الصوتية جداً حادة وحسيتوا أنكم ما تقدرون تواصلون في سماع الكلام اللي قاعد يقوله؟ كتبوا لي في الشات. يعني مثلاً تخيلوني قاعدة أتكلم معاكم بهذه الطبقة على طول من بداية المحاضرة للحين. يعني تخيلوا معاي ان الحين احنا بنتكلم عن الصوت، تخيلوا ان احنا بنتكلم عن الطبقه الصوتيه، ايش رايكم بمنتهى الصراحه او برايكم الحين في شو اسمه في الشات بمنتهى الصراحه؟ اعتقد كلكم بتطلعون من المحاضره من اول 5 دقائق صح؟ للأسف الشديد الطبقات الصوتية المرتفعة لا تصلح أبداً كطبقة أساسية، مزعجة جداً لأذن المتلقي ومزعجة كذلك وغير مريحة للأحبال الصوتية. مع مرور الزمن الأحبال الصوتية للشخص أو غالباً للشخصة للمرأة اللي تستخدم طبقة صوتية مرتفعة جداً 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 وتواصل على استخدامها في كل وقت، هذه الأحوال الصوتية تتكون عليها أشياء مثل النتوءات، وأحياناً تتطور هذه النتوءات وتتصل في بعضها وتحتاج حتى إلى تدخل جراحي أحياناً. يعني ساعات تحسون أنه يكون في حشرجة في الصوت، وساعات تحسون أن صوتكم خلاص ما قاعد يطلع، وأحياناً يتطور الموضوع وتضطرون تروحون إلى اختصاصي أنف وأذن وحنجرة، وتضطرون تخضعون حتى لعمليات جراحية وتتوقفون عن الكلام لمدة معينة عشان تقدرون تتشافون من هذه النتوءات أو هذه المشاكل التي تنشأ في الأحبال الصوتية، واللي ممكن يسببها الاستخدام السيء للحبل الصوتي باستخدام طبقة مرتفعة جدا 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 جدا، إلى جانب أن هذه الطبقة أبدا ما تخدمني، هذه الطبقة مزعجة جدا فتعطي انطباع عني أني إنسانة مزعجة، تعطي انطباع مباشر أن أنا لا أرغب بالاستماع إلى هذا الشخص، لا أتقبل أي شيء يقوله هذا الشخص حتى لو كان في غاية الإفادة وفي غاية الأهمية بس لأني استخدمت الطبقة الغلط. فتحسون بخطورة الموضوع؟ يعني الموضوع فعلا حساس جدا ويؤثر حتى على علاقاتنا الشخصية. ساعات يعني أحيانا تشعرون أن حتى على صعيد الأسرة أو الأصدقاء في أشخاص معينين إذا طولوا شوي معاكم في مكالمة تلفونية أو في حديث معين ما تقدرون توصلون معاهم، وتقعدون تفكرون أحياناً هل في مشكلة في هذا الشخص، في صفاته، في يعني في تصرفاته، أحياناً تكون المشكلة بس في صوته بس. فتخيلوا أن الشخص يصبح غير متقبل اجتماعياً، غير ناجح بشكل كافي اجتماعياً بس لأنه قاعد يستخدم طبقة خطأ، وهذا الشيء خصوصاً في موضوع الطبقة المرتفعة يصير أكثر شيء مع النساء
مع الشديد للأسف، يعني غالبية الرجال ما يعانون من هذه المشكلة، يمكن يعانون من مشاكل ثانية ولكن ما يعانون من هذه المشكلة. ليش؟ لأن غالبية الرجال بطبيعة الحال طبقتهم أميل للطبقة المنخفضة اللي هي تكون مريحة أكثر للأذن، مريحة أكثر للسمع، جاهزة أكثر حتى فيما يتعلق بالتعليق الصوتي أو الأداء الصوتي. من الملاحظ، وهذه ملاحظة شخصية، حتى زملائي من الرجال في الإذاعة في التعليق الصوتي، أنا لاحظ أن أصواتهم الخام خلينا نقول بدون شغل تكون جاهزة أكثر للأداء من أصوات النساء. إحنا كنساء محتاجين نشتغل أكثر على أصواتنا. قد يكون هذا خبر سيء، ولكن هذا لا يعني أن الصوت النسائي ما في جمالية، بالعكس لما احنا نشتغل على اصواتنا بطريقه صحيحه الصوت النسائي مليء بالدفء والحنان والجماليه والمشاعر الجياشه، ولكن يحتاج الى توظيف صحيح، يحتاج ان انا اعرف منطقتي المريحه للناس ولي ايضا، واحتاج اعرف مساحتي الصوتيه واتحرك فيها بحكمه، ما اتحرك فيها بعبثيه، اتحرك فيها بحكمه. في سؤال من أميرة تقول لحظة، في تعليق مهم من هاجر تقول كان عندي صديقة أكثر من مرة تسوي عملية جراحية لهذه السبب وصوتها تغير، وفي أيام صار صوتها يتقطع. فعلا العمليات الجراحية في الأحبال الصوتية جدا حساسة، جدا جدا حساسة وخطيرة، ممكن تؤثر على الصوت بشكل مباشر، فتخيل خطورة في الموضوع. في نقطة ثانية من أميرة، أميرة تقول ما الذي يدفع النساء لاستخدام الطبقة المرتفعة؟ النساء بطبيعة الحال تكوينهم البيولوجي أصلاً يخلي طبقتهم مرتفعة لأن أحبالهم الصوتية أرق وأنعم، وطبعاً حتى أصوات النساء تتباين وتختلف، لأن في نساء أحبالهم الصوتية أرق وأصغر وفي نساء أحبالهم الصوتية أكبر. ومعلومة مهمة بعد اللي أثر على معلومة، هذه وايد مهمة وحلوة، حلو أنكم تعرفونها، لما نولد تلاحظون أن أصوات الأطفال كلها تكون متشابهة، ما نقدر نميز الذكر من الأنثى بين الأطفال. ليش؟ لأن الأحبال الصوتية عند الأطفال كلها تكون بطول واحد وبسمك واحد. شو اللي تغير؟ اللي غير هذه الأحبال الصوتية بشكل أساسي هو هرمون الذكورة، هرمون الذكورة أو هرمون التستوستيرون اللي يتدفق بكميات كبيرة في مرحلة البلوغ تحديداً عند الرجال، هو اللي غير، هو اللي يؤدي إلى تضخم الأحبال الصوتية وإلى زيادة سمك الأحبال الصوتية، فبالتالي أصوات الرجال تتغير بشكل متسارع جداً في مرحلة البلوغ وتتحول يعني بشكل كبير جداً، يعني بشكل لا يقارن بين مرحلة الطفولة وصولاً إلى مرحلة البلوغ. بينما النساء يمكن ما يخضعون لهذا التغيير لأن كميات هرمون الذكورة في أجسامهم تكون بطبيعة الحال أقل، لكن بعد تتفاوت من امرأة إلى أخرى. فهذه العنصر هو عنصر أساسي جداً وحساس جداً في تغيير الصوت، في عملية يعني تضخم الأحبال الصوتية وعملية تغيير الصوت. في عوامل خارجية أيضاً تساهم في تغيير الصوت، مثل ما قال أخ محمد، تساهم تخلي الأحبال الصوتية أو الصمامات الصوتية تتضخم وتكبر فيخشن الصوت أو تتغير طبقته، ومن ضمنها التدخين، ومن ضمنها كذلك الكحوليات، التدخين بكل أنواعه والمشروبات الكحولية أيضاً تساهم بشكل أساسي في تغيير الصوت. فتلاحظون حتى أن إذا في ناس مدمنين على الكحول أو مدمنين على التدخين لفترات زمنية طويلة، لو تلاحظون مثلاً صوتهم قبل 10 سنوات وصوتهم بعد 10 سنوات يتغير بشكل كبير. القهوة والشاي ما أعتقد تأثر، القهوة والشاي يمكن تأثيرها لحظي على الصوت لكنها ما تأثر في تكوين الحبال الصوتية أو الصمامات الصوتية، بس التدخين والكحول يأثرون كعوامل خارجية إلى جانب الهرمونات، هرمونات جسم الإنسان والنمو الطبيعي طبعاً لجسم الإنسان. تمام؟ أوكي، تأخذون بريك؟
ولا نواصل؟ اكتبوا لي في الشات. نواصل؟ اوكي، في ناس محتاجين، في ناس محتاجين بريك للصلاة. بناخذ بريك لمدة 10 دقائق بس، ليه 1:30، وان شاء الله 1:30 بنواصل للساعة 2 بإذن الله. اوكي، يعطيكم العافية، واتمنى ان هذه البارت كان مفيد بالنسبة لكم. يمكن هذه البارت ما في وايد معلومات، أعتقد يعني البورتات الجاية بيكون فيها معلومات أكثر، لكن أتمنى فعلاً أن هذه البورت كان مفيد وملهم بالنسبة لكم. هذه النقطة المهمة اللي إحنا نبي نوصل لها اليوم، أن تطلعون من هذه المحاضرة وأنتم ملهمين بأصواتكم الخاصة وملهمين بعنصر الصوت. فالحين نطلع بريك إن شاء الله، ونرجع مرة ثانية بنواصل على موضوع طبقة الصوت والمفاهيم الصوتية المهمة والأساسية في عالم الصوت. إلى اللقاء. عدنا من جديد. تمام، لحظة. أوكي، موجودين شباب؟ بس عمار ونبيل، هاجر، أوكي، سين، ثريا. طبعاً أنا أتمنى أتعرف عليكم كلكم، بس ما شاء الله العدد وايد كبير، فعشان كذي للأسف يعني ما كان في تواصل مباشر مع الكل، ولكن يعني نحاول كذي ندردش مع بعض على الأقل بعض الأشخاص الموجودين واللي عندهم مداخلات. أهلاً وسهلاً، حياكم الله، حياكم الله جميعاً. أوكي، خلاص عيال نواصل، نواصل من عند النقطة اللي ختمنا عندها، وهي نقطة طبقة الصوت. طبقة الصوت إلى جانب طبعاً إن هي تميز الصوت من حيث الفخامة مثل ما قلنا، مثل الصوت الرجالي، الصوت المنخفض أو القرار، مثل ما نسميه في المصطلح الموسيقي، أو الرقة اللي هو الصوت الحاد، الرقيق، الأنثوي على سبيل المثال. طبقة الصوت أيضاً تحمل خصائص ودلالات اجتماعية ونفسية. في وايد دراسات أثبتت أن استخدام طبقة معينة من الصوت، سواء كان الشخص رجل أو امرأة، سواء كان صوته ناعم، صوته خشن، صوته فخم، صوته رقيق، في كل حال من الأحوال لما الشخص يستخدم طبقة معينة من صوته، طريقة معينة في توظيف طبقة الصوت في أدائه، هذه الطبقة تعكس دلالات. وطبعاً هذه الدلالات يمكن خلينا نقول تراكمت عندنا عبر السنين. خلينا نقول يعني مثلاً لما نسمع صوت رجولي غليظ فخم جداً، يعني عميق، أنا أسمي هذا الصوت كأنه صوت طالع من كهف، يعني كأنه رجل قاعد في كهف وقاعد يتكلم، هذا النوع من الصوت. شنو الدلالات خلينا نقول الشخصية والاجتماعية والنفسية اللي يعكسها هذا الصوت من وجهة نظركم؟ كتبوا لي في الشات. أوكي، تمام، الثقة، الثقة، الهدوء، الوقار، الرزانة. بعد في نقطة وايد مهمة، في دراسة صارت في أمريكا على هذه النقطة بالتحديد، شنو الدلالات الاجتماعية والثقافية والنفسية اللي تعكسها الطبقات الصوتية المختلفة. الطبقة الصوتية الفخمة جداً كانت دائماً يعني عند بالنسبة حق خلينا نقول المشاركين في هذه الدراسة تعكس عنصر السيطرة، تعكس عنصر القوة، خصوصاً القوة الجسدية. يعني أهما لما يسمعون صوت شخص كذي دائماً يتخيلون شخص مفتول العضلات، شخص عنده قوة جسدية، شخص عنده سيطرة، شخص عنده سلطة معينة. إلى جانب طبعاً نقطة الرزانة والوقار و و و
بالمقابل لما كانوا يسمعون صوت طبقة عالية أنثوية رقيقة ناعمة حادة، شنو كان يعكس بالنسبة لهم؟ شنو تتوقعون؟ العطف مثلا، الجمال، الأنوثة. كان يعني بحسب، خلينا نستخدم الكلمة اللي جات في الدراسة اللي هي attractive، كان يعكس ان هذا الشخص جذاب الجاذبية. يعني عشان نكون دقيقين أنقل لكم بالضبط مثل ما يجي في الدراسة، ان الطبقة الناعمة هذه الرقيقة الحساسة الأنثوية كانت تعكس الجاذبية. وهذه طبعاً لو نفكر فيها يرجع حق تراكمات أو الصورة النمطية في بالنا حق الذكورة والأنوثة. الذكورة مرتبطة بالطبقة المنخفضة، بالطبقة الفخمة، فكل ما زادت فخامة الطبقة كل ما زادت ملامح الذكورة في الشخص صاحب الصوت. يعني أحياناً مثلاً إحنا يمكن نسمع هذا الصوت الفخم، لكن هذا الشخص ما يكون مثلاً مفتول العضلات، أو مثلاً شخص يعني فيه عليه ملامح ذكورة يعني كذي صريحة واضحة. بالمقابل ممكن مثلاً نشوف نسمع صوت مثلاً أنثوي ناعم ورقيق جداً، لكن هذه المرأة في حقيقة الأمر ما تكون مثلاً جداً مهتمة بمثلاً مكياجها وشعرها ولبسها وتفاصيل الأنوثة، خلينا نقول، فتعكس صورة مختلفة. ولكن هذه مؤشر مهم أن الصوت في اللاوعي عندنا عند البشر بشكل عام وعند معظم البشر يعكس دلالات اجتماعية ونفسية. فعشان كذي مهم أن إحنا نستخدم الصوت المناسب في المكان المناسب. إحنا ما بنقدر أن إحنا نطلع من إطار أصواتنا. يعني مثلاً أنا ما بقدر أتكلم بصوت رجالي، هذا شيء طبيعي، لكن في الموقف أو الموقع اللي أنا محتاجة فيه أن أوصل للطرف الآخر شعوري بالثقة، شعوري بالقدرة، شعوري بالقوة، شعوري بالسلطة، شعوري بأن أنا متحكمة في زمام الأمور، لازم أستخدم طبقة ناسلة. أوكي؟ بالمقابل لما بوصل حق الطرف الآخر شعوري بالعطف بالحنان، أوصل مثلاً أبي أكون جذابة، أبي أكون يعني أبي أوصل جانب لا علاقة بالعاطفة أكثر، جانب حساس أكثر، جانب أمومي قد يكون أكثر، فهني أستخدم طبقة أعلى، أستخدم طبقة أرق. فالفكرة أن أنا حتى في تباين الطبقات عند الشخص الواحد لازم أهتم بموضوع الدلالات الاجتماعية والنفسية. غالباً وإحنا ما قاعدين نناقش هل هذا الشيء صح أو خطأ أو بالمطلق صحيح، لكن غالباً في لاوعي الناس الطبقة المنخفضة ترتبط بالقوة وبالسلطة وبفرض السيطرة وبالثقة، والطبقة المنخفضة طبعاً، والطبقة المرتفعة ترتبط بالرقة والنعومة والجاذبية والجمال والأمومة والعاطفة بشكل عام. ف مهم ان انا استخدم الشخص او استخدم الطبقة المناسبة في المكان المناسب وفي الموضوع المناسب، وعشان اوصل الانطباع المناسب. يعني انا شنو الانطباع اللي ابي اوصله حق الشخص اللي قدامي، هني اقدر اتحكم بطبقة صوتي عشان طبقة صوتي بعد تساعدني في هذا الشيء. اوكي عمر كتب نقطة وايد مهمة والحين بقول لكم عنها بعد دراسة أمريكية وايد مهمة وايد حلوة. يقول عمر أن أكثر القيادات العالمية تأخذ دروس في الإلقاء الصوتي لأن قوة الصوت وعمقه يؤدي إلى الإقناع. هذه نقطة وايد مهمة تقودنا حق الدراسة اللي عقبها. في دراسة وايد يعني مثيرة للاهتمام، خلينا نقول سوتها جامعة اسمها ماكماستر في أمريكا. هذه الجامعة جابت 125 شخص، 64 منهم
من عينات التجربة خلينا نقول 125 شخص أخضعتهم لدراسة معينة، 64 منهم كانوا نساء و 61 منهم كانوا رجال، بمعنى أن يعني حاولت أن هي توازن ما بين النساء والرجال وتوازن ما بين التنوع بشكل عام الموجود في هذين الأشخاص اللي راح يخضعون لهذه التجربة. هدف هذه الدراسة شنو كان؟ هدف هذه الدراسة كانت الدراسة تبي تشوف، لاحظوا أهمية الموضوع، تبي تشوف علاقة الصوت، علاقة طبقة الصوت وعلاقة الأداء الصوتي بخيار الناخب الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لاحظوا أهمية الموضوع، يعني الصوت شو ممكن يؤثر ويقنع الآخر بمعزل عن أي شيء ثاني، بمعزل عن برنامج الانتخابي، أجندة أو حزب المرشح الرئاسي أو 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 أي شيء ثاني. طبقة الصوت اللي هو يتميز فيها واللي هو قاعد يستخدمها هي ممكن تحدد خيار الناخب، أو خلينا نقول تؤثر في خيار الناخب فيما يتعلق بالانتخابات، انتخابات مهمة جداً مثل الانتخابات الرئاسية. شنو كانت نتيجة الدراسة؟ طبعاً هما عشان نعرف شلون سووا دراسة من هذه النوع، جابوا 9 تسجيلات مقاطع من كلمات حق 9 رؤساء أمريكيين سابقين، خذوا كل مقطع من هذه المقاطع عالجوه بالكمبيوتر بحيث يصير المقطع مرة بطبقة صوتية مرتفعة ومرة بنفس المقطع بطبقة صوتية منخفضة. طبعاً الحين الكل فينا كلنا عارفين الفرق بين الطبقة الصوتية المرتفعة والمنخفضة، صح؟ بس كتبوا لي في الشات عشان أتأكد. أوكي تمام. فأهلا شنو سووا؟ عالجوا المقطع حق كل رئيس بروحه، سووا له مقطعين، مقطع نفس الكلمات نفس العبارات نفس المقطع بالضبط، بس مرة بطبقة عالية مرة بطبقة منخفضة، وخذوا هذه المقاطع وسمعوها حق الـ 125 شخص اللي هم يبوهم عشان يخضعونهم للدراسة. شنو كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أن 67% من الـ 125 شخص المشاركين في هذه الدراسة قالوا أن إحنا خيارنا في الانتخابات، يعني إذا أنا بصوت حق رئيس، أنا بصوت حق الرئيس اللي عنده طبقة منخفضة، اللي عنده طبقة صوتية منخفضة، اللي قاعد يتكلم بطبقة صوتية منخفضة، اللي قاعد يتكلم بطبقة صوتية فخمة قدر الأمكان، هذا الرئيس هو اللي أنا بصوت له. 67%، والبقية طبعاً اللي هم أعتقد 33% صوتوا حق الطبقة الصوتية المرتفعة. فلاحظوا هذه النقطة، الطبقة الصوتية المنخفضة ايش قاعدة توصل؟ قاعدة توصل شعور أن هذا الشخص واثق، أن هذا الشخص قادر أنه يكون في موضع سلطة، لأنه هو عنده هذه القدرة، عنده القدرة على إحكام السيطرة على الأمور. فبالتالي لما أنا باي وانتخب ذي الشخص اللي وصل لي هذه الانطباع. فقيسوا نتائج هذه الدراسة المثيرة جداً للاهتمام، قيسوها على كل شيء في الحياة. يعني مثلاً الحين أنا جاية في مقابلة عمل بيوظفوني رئيسة قسم أو مديرة إدارة، وهذه مقابلة عمل مهم جداً أن أستخدم الطبقة الصوتية المنخفضة، مهم جداً إلى جانب طبعاً تقنيات ثانية في الأداء، لكن وايد مهم أن أستخدم طبقة صوتية منخفضة في مثل هذه المقابلة. ليش؟ لأن أنا بأوصل بشكل لا مباشر إلى جانب الكلام اللي قاعد أقوله، أوصل شعور للشخص اللي قاعد يقابلني والشخص اللي جهة العمل اللي قاعدة تختبرني عشان تقبلني أو ترفضني، أوصل لها أن أنا عندي القدرة على إحكام السيطرة على الأمور، عندي سمات القيادة، عندي القوة الذهنية والنفسية الكافية اللي ممكن تخليني أقنع موظفيني وممكن تخليني أدير العمل في قسمي بشكل أفضل. فمو بالضرورة يكون عندنا انتخابات رئاسية أو نكون مشاركين في مرشحين في انتخابات، هذه السمة ممكن تكون مهمة في جوانب عدة من الحياة. بالمقابل
لما بتكلم مع شخص باخذ ما في خاطره، اكيد ما بتكلم معه ايش فيك انت الحين، شنو مشكلتك، يعني ما بستخدم هذه الطبقه، اكيد ما بستخدم هذه الطبقه، يعني الطبقه هذه غير مناسبه، لا بد ان انا ارفع طبقتي. عسى ما شر، شو المشكله، لازم ارفع طبقتي شوي. ليش؟ لان انا ابي اوصل فكره التعاطف، فكرة العاطفة، فكرة الاحتضان، إن هذا الشخص أبي أتعاطف معه، أبي أوصل لمشاعره مباشرة ولمشاعر معينة على وجه التحديد. فعشان كذي وايد مهم اختيار الطبقة، وايد مهم قبل ما إحنا نختار الطبقة ندرك الدلالات النفسية والاجتماعية اللي ممكن تزرعها هذه الطبقة في ذهن الشخص المستمع أو المتلقي. خلونا ننتقل حق مفهوم ثاني، وحقيقة هذا المفهوم جدا يصير بينه خلط بين طبعا وبين طبقة الصوت، وهو مفهوم قوة الصوت. قوة الصوت هو باختصار الفوليوم، يعني شفتوا هذه مثلا الدائرة ذي اللي أنا أفرها بهذه الطريقة عشان أرفع الصوت وأنزل الصوت. قوة الصوت هي الفوليوم، يعني اللي تخلي صوتنا مسموع أو غير مسموع، اللي تميز ما بين الصوت العالي اللي ممكن يوصل لآخر غرفة في الممر والصوت المنخفض الهامس اللي ممكن يسمع بس الشخص اللي قاعد يمي مباشرة. فهذه هي تحديداً قوة الصوت. ففي فرق شاسع ما بين طبقة الصوت وقوة الصوت. طبقة الصوت مثل ما قلنا تميز الصوت من ناحية الفخامة والرقة، تميز الصوت الرجالي عن الصوت النسائي، تميز الصوت الفخم العميق اللي فيه نوع من الغلظة والخشونة عن الصوت الرقيق الناعم الحاد. لكن قوة الصوت هي التي تميز الصوت اللي يصل إلى آخر مدى ممكن عن الصوت اللي ممكن يكون هامس جداً، ضعيف جداً، ما يسمعه إلا الشخص اللي جالس بالقرب مني بشكل مباشر. المشكلة اللي تصير عند وايد ناس هو الخلط بين المفهومين. يعني لما يكون مثلاً عندي خلط بين مفهوم قوة الصوت وطبقة الصوت، في شخص يطلب مني أرفع صوتي، أقوم أرفع طبقة صوتي بدل لا أرفع قوة صوتي. يعني مثلاً بدل لا مثلاً أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كذي رفعت قوة صوتي مو طبقة صوتي. زين شنو بقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتوا الفرق؟ في المرة الأولى طبعاً الشخص يبي يسمعني، فهو يطلب مني أرفع صوتي لأنه يمكن هو بعيد عني فيبي يسمعني، فأنا في المرة الأولى رفعت قوة صوتي عشان هو يسمعني. في المرة الثانية شنو سويت؟ بدال أرفع قوة صوتي رفعت طبقة صوتي. وهذا الشيء لو تلاحظون وايد يصير عند النساء، وايد يصير عند البنات، وايد وايد وايد، يعني وبالأخص نوعين المعلمات والأمهات. لاحظوا أن يعني الأم تبي تصرخ على ولدها، فبدال ترفع من قوة صوتها ترفع من طبقة صوتها، فصوتها يتعب لأن مثل ما قلنا استخدام الهاي نوت أو الطبقة الصوتية العالية جدا جدا يضر الأحبال الصوتية، بعدين خلاص أحبالها الصوتية تنهار. والنقطة الثانية الولد أصلا يعني ما يحس بالتأثير المطلوب. ليش؟ لأنه أنا رفعت طبقة الصوت، ومثل ما قلنا لو نرجع حق النقطة الأولية، طبقة الصوت لها دلالات اجتماعية. أنا الحين لما أبي أعاقب ابني مثلاً أو الطالب اللي يدرس عندي، لما أبي أعاقبه أبي أوصل له إيحاء بأن أنا شخص مسيطر، أن أنا شخص قوي كفاية أن أنا أسيطر عليك، أن أنا أمنعك من ارتكاب الفعل الخطأ. لازم أستخدم طبقة منخفضة، ما لازم أستخدم طبقة عالية، لأن الطبقة العالية تعطي العكس تماماً. الطبقة العالية تعطي شعور اللطف، اللين، التساهل. فهذا الشيء يعني كأنه أنا قاعدة أوصل الشعور الخطأ للطفل. فتلاقون في وايد أحيان الطفل بدل لا أنه هو يعني يخاف يضحك،
أو يعني ما يحس إنه يعني ما يحس إنه مثلاً أمه أو معلمته إن هي قاعدة يعني لها هيبة أو إن هي قاعدة تعاقبه، عادي خلاص. ليش؟ لأن مو دائماً الطفل عنده مشكلة. الاستقبال الإنسان لهذه الشعور ترى جداً صافي. كلنا إحنا نستقبل الأصوات ونفهمها، أو معظمنا خلينا نقول بالطريقة الصح اللي لازم تفهم. أحياناً المعلمة أو الأم نفسها ما قاعدة تستخدم الطبقة الصح، أو إن هي قاعدة تخلط ما بين قوة الصوت وطبقة الصوت. بدال لو ترفع من قوة صوتها رفعت طبقة صوتها، فعطت نتيجة عكسية تماماً. بدال لا تعطي النتيجة المطلوبة، إن أنا يعني الحين خلاص أنا حازمة، أنا أبي أوقف هذا التصرف الخاطئ، لا، عطت نتيجة عكسية، إن أنا بتسهل معك، أنا بكون لطيفة معك، أنا بكون يعني سهلة معك. فهني تنشأ مشكلة حتى في حياتنا اليومية ممكن، من استخدام الطبقة الصوتية الخاطئة أو من الخلط ما بين قوة الصوت وطبقة الصوت. تمام؟ مرة ثانية علشان بس أتأكد أن هذه النقطة واضحة، ببين لكم الفرق ما بين قوة الصوت وطبقة الصوت. طبقة الصوت لما أنا أتكلم بهذه الطبقة المنخفضة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا اليوم في هذه الدورة اللي نناقش فيها بعض المفاهيم، أوكي؟ هذه طبقة منخفضة. طبقة عالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في هذه الدورة، هاي طبقة جدا عالية طبعا، أوكي؟ هذه اختلاف الطبقات، اختلاف القوة، أوكي؟ حين بنروح حق مفهوم قوة الصوت، هذه هو الصوت العالي، أوكي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه هو الصوت المنخفض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صارت واضحة عندكم الصورة؟ كتبوا لي في الشات. أنا بتأكد أن الأغلب أو الجميع واضحة عند الصورة، لأن هذه المفهوم إذا قدرتوا تصيدونه قطعتوا شوط كبير صدقوني، بس لازم يعني تفهمونه وتستوعبونه بشكل جدا جدا جيد، وطبعا تمارسونه وتطبقونه بيصنع فرق هائل هائل جدا في أدائكم الصوتي. تمام جميل، أوكي خلاص. الحين ننتقل حق النقطة اللي بعدها أو المفهوم اللي بعده، هو المشكلة. أخوي محمد طبعا يقول ينقصنا التطبيق عشان نتأكد المشكلة شنو، إن ما شاء الله العدد وايد كبير، يعني إحنا الحين تقريبا في حدود 100 شخص حاليا موجود، فوايد صعب إن إحنا نطبق مع الكل. فأنا قاعدة أطبق لكم على صوتي عشان يعني توصل لكم الفكرة، وهي في النهاية مجرد محاضرة تركز على الأشياء النظرية أكثر، لكن بإذن الله لما تكون عندي في المستقبل دورات، يمكن تكون عندي دورات يعني فيها تطبيق عملي وفيها تسجيل لعدد محدود من المتدربين، إن شاء الله في مثل هذه الدورات أقدر أخلي كل متدرب يطبق، وأقدر أعطيه الإرشادات وأقول لنا مثلا تطبيقك دقيق أو غير دقيق، أوكي؟ تمام بإذن الله. أوكي، ننتقل حق المفهوم اللي بعده اللي هو سرعة الصوت. سرعة الصوت طبعا واضح، عدد الكلمات اللي ننطقها في الدقيقة الواحدة. معلومة على الطاير، السرعة المعتدلة للصوت من ناحية عدد الكلمات تكون ما بين 110 كلمات إلى 150 كلمة في الدقيقة، بمعنى أقل من 110 كلمات في الدقيقة بطيء جدا سلحفاة، أكثر من 150 كلمة في الدقيقة يعني دايسين على شارع رئيسي 140-160، ما حد قادر يلحق علينا ولا حد قادر حتى يستوعب مضمون الكلام اللي احنا قاعدين نقوله. فالسرعة المعتدلة ما بين 110 إلى 150 دقيقة.
هاي مجرد معلومة نظرية على الطائر، لأن إحنا أكيد ما بنقدر نحسب عدد الكلمات، لكن هذه بتفيدكم إذا مثلاً شفتوا، إذا كان عندكم نص مكتوب تبون تعرفون مثلاً هذه النص إذا بسجله بسرعة معتدلة كم دقيقة بياخذ لي، تشوفون عدد كلمات النص في الدوكيومنت نفسه. طبعاً في خاصية إحصاء عدد الكلمات، فمثلاً طلع لكم أنه 300 كلمة، فبتعرفون أنه أقل شيء أقل شيء أقل شيء إذا أنا بسجله بأسرع أسرع طريقة ممكنة وسجله في دقيقتين، أقل من دقيقتين ما يصير. ليش؟ لأن الماكسيمم مال سرعتي لازم يكون 150 كلمة في الدقيقة عشان المعلومة تصل بالشكل المناسب للمتلقي. في الوثائقيات طبعاً الوثائقيات هي أفلام معلوماتية، وعادةً الشيء المعلوماتي دائماً يحتاج للتأني، لكن التأني المعتدل، يعني ما يكون تأني مبالغ فيه، يكون فيه تأني معتدل، يعني فيه سرعة معتدلة جداً، لا هو سريع سريع ولا هو بطيء بطيء، بحيث أن المعلومة تصل إلى المتلقي لكن في نفس الوقت ما يحس بالملل ويحس أنه هو قاعد يجر الكلام جر من المعلق الصوتي. زائد أن في الوثائقيات بالذات في بعض طبعا المقاطع من الفيلم الوثائقي ممكن يكون فيها مثلا حماس، في حالة الحماس عشان أنا أعبر عن حماسي تجاه شيء معين لازم أسرع من الأداء عشان أعطي إيحاء أن أنا متحمسة. عادة الإنسان المتحمس يكون سريع في كل شيء وكذلك سريع في صوته وأدائه. أحياناً في مثلاً جملة في نص الكلام تكون مهمة جداً، لاحظوا شلون قلت كلمة مهمة جداً، شلون قلتها؟ قلتها بطريقة بطيئة صح؟ السرعة البطيئة نستخدمها في بعض الأحيان للتركيز على جملة معينة، هي جملة جداً مفتاحية، هي جملة وايد أنا أبي أشد انتباهكم فيها، حتى لو في شخص سرحان في هذه الجملة أبي أقول له بطريقة غير مباشرة انتبه معي، فأبتدي أستخدم طبقة منخفضة وسرعة بطيئة. أوكي؟ أبي أصحصحكم معي وأبي أخليكم تتحمسون، أبتدي أكون سريعة وشوية طبقتي عالية بهذه الطريقة عشان تحسون أن أنتم أوكي متحمسين ويلا وخلنا صحصح خل نقوم مرة ثانية ونكمل ونمشي بوتيرة أسرع، فهني أنا أسرع الكلام. فإذا حتى السرعة في منطقة أساسية لازم أنطلق منها، هي سرعتي الأساسية. أوكي؟ هذه المنطقة هي دائماً المنطقة الوسطى، نرجع نقول خير الأمور الوسط، هي السرعة المعتدلة. في بعض الجمل أحتاج أبطأ من سرعتي وأشدد على بعض الكلمات للتركيز وللتأكيد على هذه الكلمات، وفي بعض المناطق لازم أسرع. ليش؟ عشان أضيف حيوية، نشاط، أعكس أن أنا جداً متحمسة حق الموضوع، أبين أن أنا فعلاً مشاعري واندفاعاتي تجاه هذا الموضوع، أعكس أن مثلاً هذا الموضوع يعني في حركة، يعني مثلاً أبغى أتكلم عن سيارة مسرعة، أبغى أتكلم عن حركة مرورية، أبي أوصف هذه الحركة المرورية، لازم أنا أكون سريعة عشان بسرعة كلامي أعطي انطباع عن سرعة الحركة اللي قاعدة تصير. زائد نقطة مهمة الحين لولو كتبتها في الشات، لولو كتبت أن إذا تكلمنا بوتيرة واحدة المستمع بيتملل، وهذه نقطة في غاية الأهمية. إحنا كل شيء قاعدين نسويه وكل التكنيكس اللي قاعدين نستخدمها، الطبقة، القوة، السرعة، التلوين، التشديد، مخارج الحروف، الكلمات المنتقاة، كل شيء كل شيء بلا استثناء قاعدين نسويه عشان نشد انتباه ونجذب انتباه المستمع لأكبر قدر ممكن من الوقت، نخليه 100% مركز معانا لأكبر قدر ممكن من الوقت. فكل ما استخدمنا تكنيكس أكثر
ضاعفنا او طورنا التقنيات اللي قاعدين نستخدمها كل ما وصلنا حق هذا الهدف. ومن ضمن هذه التقنيات التنويع في السرعه والتنويع في كل شيء، لان الانسان يمل دائما. الوتيره الواحده يعني طبقه واحده، قوه واحده، سرعه واحده، طريقة واحدة، نغمة واحدة، هذه الأمور اللي تكون دائماً متشابهة تخلق ملل عند المتلقي. بينما لما أنا أكون دائماً متنوعة، دائماً متجددة، يعني ما تمر علي دقيقة ولا دقيقتين إلا غيرت الطبقة، غيرت السرعة، غيرت القوة، حتى يعني مثلاً في الصوت والصورة كان في حركة جسد، كان في إيماءات، كان في آي كونتاكت معين. هذه الأشياء كلها بتساهم في كسر الملل، محاربة الملل عند الطرف الآخر، فبتخلينا نصل إلى علاقات اجتماعية أنجح، وبتخلينا نصل إلى علاقات مهنية أنجح، وبتخلينا إذا كنا متخصصين احترافياً في مجال الصوت نحقق نجاح في مجال الصوت، مو بس في مجال واحد وإنما في مجالات متعددة. يعني إذا أنا كان عندي هذا التحكم أقدر أعطي في الوثائقيات، أقدر أعطي في الإعلانات، أقدر أعطي في البرامج الإذاعية بمختلف أشكالها، في النشرات الأخبارية، في المنوعات، في كل أشكال المواد بقدر أعطي، لأن عندي تنوع، عندي أدواتي اللي أقدر أنطلق منها. الحين وصلنا حق الختام، ختام اليوم الأول الساعة 2:00. ما بطول عليكم أكثر من كذي عشان يعني نلتزم بالوقت. بختم معاكم الحين، بس حابة أسمع أسئلتكم في الشات، وتمارين القلم إن شاء الله باكر، وبعض التمارين الثانية إن شاء الله باكر بنتكلم عنها. باكر إن شاء الله بنتكلم عن التمارين والتقنيات والعناصر. لا، قبل التمارين والتقنيات في عناصر ثانية اللي هي اللغة ومخارج الحروف، وبنتكلم عن الوقف بأنواعه، يعني تقطيع الكلام شلون قاعد يصير، وبنتكلم عن الضغط على الكلمات وبنفصل فيه، وآخر شيء بناخذ بعض التمارين اللي هي تمرين القلم وبعض التمارين الثانية حق التنفس وحق تطوير الأداء. أوكي، والتنفس من البطن بعد إن شاء الله باكر. اوكي، قبل ما نختم بس ابي اسمع الفيدباك مالكم. اذا استفدتوا من اليوم، في عندكم اقتراحات حق باكر، تبون نعدل شيء معين، نغير شيء معين، نضبط بعض الاشياء بحيث ان احنا يعني نستفيد قدر المستطاع. واذا عندكم اي سؤال عن محتوى اليوم. اوكي، في لحظة، في وين 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 وين، في شخص يقول يبي هومورك، تبون هومورك؟ احنا ما نبي نعطيكم واجبات يعني عشان ما تصير مدرسة. فشنو، ايش رايكم؟ الهوم وورك طبعا هو اختياري، هو تدريب ممكن تسوونه في البيت، هو اللي تكلمنا عنه اليوم. كل شخص ممكن ياخذ الريكوردر مال التليفون. اوكي، هذه التليفون، لاحظوا ان التليفون بيلقط الصوت من هذه المنطقه. اوكي، فما يصير نحطه كذي عشان نسجل، عشان نحصل على اكبر جوده صوتيه ممكنه، نحط هذه المنطقه مقابله للفم بهذه الطريقه. هلا راويكم كذي. اوكي، ونخلي مسافه عشان الهواء ما يضرب في مستقبلات الصوت الموجوده في التليفون، فيؤدي الى طبعا حدوث خلل يعني في جوده الصوت. فنخليه بهذه الطريقه. اروح في غرفه في البيت تكون هادئه، يكون فيها ما يكون فيها قاشي او مثلا رخام وايد، يكون فيها أسطح قماشية. ممكن إذا عندكم خزانة ملابس كبيرة أو دريسنج روم ممكن تدشون فيه وتسجلون. ممكن مثلاً إذا عندكم وسادة معينة تحطونها وراء التليفون وتسجلون جملة واحدة أو جملتين بطبقات صوتية مختلفة، بالطبقة المنخفضة، طبقة متوسطة،
متوسطة ميالة إلى عالية وبطبقة عالية. وخليكم أنتوا المستمع لأنفسكم ولاحظوا الفرق. أنا باكر إن شاء الله قبل البداية بسمع من الناس اللي جربوا، بسمع انطباعاتهم عن هذه التجربة، خصوصاً لما سبق لهم أن أهما جربوا هذه التجربة، لأن البعض هني ما شاء الله معلقين صوتيين محترفين، والبعض يمكن كانت لتجارب. فباكر إن شاء الله من الناس اللي ما قد جربوا بس اليوم بيجربون، بنسمع انطباعاتكم عن أصواتكم الخاصة، وين حسيتوا أن صوتكم جذاب، شنو الدلالات مثلاً، أو شنو المشاعر اللي حسيتوا أنتوا كمستمعين حسيتوها من صوتكم، يعني لما كانت طبقتكم عالية شنو الشعور اللي حسيتوا، لما كانت طبقتكم منخفضة شنو الشعور اللي حسيتوا، وشنو المنطقة الأجمل في صوتكم. فإن شاء الله باكر بنتكلم عن هذه الهومورك، وهو اختياري طبعاً لأي أحد حاب أنه هو يخوض أو يسوي هذه التجربة. بس بتأكد إذا كان في سؤال قبل ما نختم. أوكي. طبعاً اللي عنده أي فيدباك عن المحاضرة اليوم، وعنده أكاونتاتي على إنستغرام وتويتر، أنا بكون أكثر من سعيدة لو ترسلون لي الفيدباك مالكم، لأن صراحة أنا يعني كنت وايد متخوفة من جزئية إن هذه محاضرة مو دورة، وأنا الأمانة وايد أحب الدورات أكثر، وأحس إن يعني ناس كحضور تحب الدورات أكثر لأن فيها تفاعل وفيها تدريب، بس كون العدد كبير نسبياً قررت أنه أنا أركز على الجانب النظري أكثر عشان أحقق أكبر استفادة ممكنة للجميع، وأعطيكم بعض التجارب العملية. فحابة أسمع الفيدباك مالكم بشكل تفصيلي بعد إذا عندكم أكاونتاتي على السوشيال ميديا على تويتر وإنستغرام. أوكي لحظة، في سؤال مشكلة، ضاعت الأسئلة ما شاء الله والكلام. مصادر بالنسبة حق التدريب العملي للصوت، طبعا في دورات حقيقة هي دورات يعني مدفوعة، في عدد من الزملاء يسوون دورات، في زميل معلق صوتي الأستاذ محمد الموالي حسب علمي يسوي دورات فيها تفاعل مباشر حتى عن طريق برامج الإلكترونية، وأيضاً في المعلق الصوتي الأستاذ نسيم رمضان بعد معلق صوتي جداً مشهور وجداً معروف ما شاء الله، أستاذ كبير في مجاله أيضاً يسوي، وأيضاً الأستاذ وائل حبال اللي هو الصوت الرسمي لجوجل مابس أيضاً هو يسوي دورات، فتقدرون تدخلون على أكاونتاتهم الخاصة وتشوفون محتواهم. أنا عندي دورة مدفوعة بس هي للأسف ما فيها تفاعل، دورة موجودة على موقع دورات عن مهارات التعليق الصوتي بس يعني ما فيها تفاعل للأسف، فإذا تبون تطبيق وتفاعل أكثر يمكن تستفيدون من الأخوة أو الأساتذة اللي ذكرت لكم أسمائهم. أوكي هلا أشوف الأسئلة. أوكي الأخت فاطمة سألت سؤال بس على السريع بجاوبه، كيف ممكن نطلع الصوت منخفض الطبقة بالنسبة للإناث؟ الصوت منخفض الطبقة بالنسبة للإناث هو أن أنا لما أتكلم أستشعر أن بقدر الإمكان الصوت قاعد ينطلق من الأسفل مو من الأعلى، يعني أنا لما أتكلم بطبقة عالية أحس الصوت ينطلق من رأسي من 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 الأنف، من منطقة الأنف ومنطقة الرأس. أوكي بس لما أتكلم بطبقة منخفضة، يعني لما أتكلم بهذه الطبقة أحس الصوت ينطلق من هذه المنطقة، يعني شفتوا هذه الحفرة الموجودة هني الموجودة في الرقبة، منطقة الرقبة مو في كنا هني حفرة، لما الإنسان يتكلم بطبقة صوتية منخفضة هني هذه المنطقة هي اللي تهتز، بس لما يتكلم بهذه الطبقة يحس أن هذه المنطقة هي اللي يعني الأنف، منطقة الأنف ومنطقة الفم هي اللي تصير فيها الهزة أو الاهتزاز. فقدر الأمكان نحاول أن إحنا نخلي نتكلم بطريقة أن ننزل ننزل ننزل
ونخلي الاهتزاز أنزل ما يمكن في هذه المنطقة، في هذه المنطقة اللي هي منطقة الرقبة. أوكي، مع التدريب نحاول 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 ليه ما نقدر نتكلم بشكل طبيعي من هذه المنطقة. أوكي، أوكي، إنزين. بكتب لكم الحين هذه اليوزر، اليوزر نيم والأكاونتي في إنستغرام وفي تويتر، كتبت لكم في الشات. فاللي حاب إنه هو يتواصل معي، إذا بترسلوا لي نماذج للأمانة يعني إذا كانوا عدد محدود من النماذج يمكن أقدر أسمع وأقيم، لكن ما شاء الله لأن العدد كبير فيمكن إذا حصلت وايد نماذج يمكن ما يتسع لي الوقت إن أنا أسمعها كلها. لكن بقدر الإمكان أنا أوعدكم إن شاء الله إن بقدر الإمكان بحاول إن أنا أتواصل معكم. فيعطيكم العافية وأنتظر الفيدباك مالكم على أكاونتاتي في إنستغرام وفي تويتر. شكرا جزيلا لكم، وايد استمتعت معاكم، ويعني هذه الدورات بالنسبه لي هي مفيده شخصيا حتى بالنسبه لي لانها تخليني انعش ذاكرتي يعني فيما يتعلق بالصوت. فيعطيكم العافيه ونلتقي باكر الساعه 12 ان شاء الله. الى اللقاء، مع السلامه.